afartan iyo saddexda kuna aadan labaatan iyo afarta bisha March 2022 oo maanta aan khatimayno khamiis jimco socotay. Waxaa kaloo soo dhaweynayaa waalidiinta meesha imaadeen uu ka mid yahay aadam dhabar soo dhawaan sidoo kale sheekh xasan dhammaan baarakallahu fiikum ahlan wasahlan wa marxaban bikum liljamiic ku soo dhawaada balanbala samkawti oo maaragtay tartan qur-aan ka socdo insha allahu tacaala de culimmadii aan diinta ka qaadana waa iniga waana ku mahadsantihiin maadaama musaafo dheeraa ka imaateen saa noogala soo qayb gasheen aad iyo aad baan iga mahad celinaynaa bacda shukrillaahi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo soo dhawaynaya addaaciya sheekh maxamuud hayba oo magaalada dacwo ka wada joogo saana sidoo kale aan soo dhawn ku mahadsan yahay suu noola sheekay maaragtay ugu shaarikeeyo noo imaade u noo aqbale yeeritaanka u yeerin waxaa kaloo soo dhaweynaya doctor yuusuf u mahadsan yahay jazakullahu khayran sidoo kale sheekh axmed daahir saana u mahadsan yahay qaybgalku ka soo qaybgale dhammaan culimmaan soo dhaweynaya intaa kadib insha allahu tacaala walaalyaal programka ayaan bilaabanaynaa intaana weli jaman ku soo dhaweynin walaalkeen imaamka ibnu qayim sheekh xuseen uu nala joogo asagana sidoo kale aan soo dhaweynaynaa waxaan ku bilaabanaynaa insha allahu tacaala waxa lagu bilaawdo a'uudhu billaahi min ash-shaytaani r-rajiim ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله
وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما حد إلهي بأسكر سبحانه وتعالى اللي مركل هذا النوس هلي من ما جسكو وما نو قيمها بدن ومركل لبعض بعد الحمد لله وحمد هذا مدن علماء أنا إحنا صوب برتين ما جفديان سيحنا هذا خاص هم كل في ريو ما جو حافديا أما ما جفديا معلمين تيدي أحمد ما جفديا شيخي شيخ عبد الحمد وردير وأن كان خرستي لقاب الله وأربعين نبوي إلا ما ستة هذا لما جفنا شيخي شيخ حسين عبد الله وصلني معالي نقوها مدرسة النجاح معالي نقوها يكودي علماء ذاك أي ما جفنا ديان ويسوي دوان هيان شيخ عبد الله بدوانا يكود دمان وعلماء دعوانا ودوية أنك وحاوة أسكوا ونبوي هرقبا كدن بيا تعود هذا سعوة أركيسين يقيمها بدن هرقبا كدن بيا أنت كذب ما يحلي سوء دوادا ذاك الدولة نقوم ما دين نكون مسنتين ما جن دكان قيمة بدن ملك تسوء حاضر سوء هس عن لهن الله عن لهن دربا أنا تمرين يعني لا ما جن يحلي أنا كسوء دوادا وكابين قيمة بدن وي كابين كلام وي كابين دين يد كابين الدنيا كلمة تقول حجنا وكابين دين وي وكابين كأدون كل غبط قام كابين قفي عنوي كابين أدون كل غبطه إنتو ده أنجرين معنا كلمة كابين معنا أنجرين لو كابين هذا لقبطه متكوفي عن مت ما جاء أنف أنف أن أنا هي هذا هي النوع إذا إحنا نقول سي سبحانه وتعالى هذا نص قال وقت لاس آسي أما الله بالله قدي نسي هذا الشقين هيو قدي قد سياسة ما قد قلينا معها قد اسكفر بدين كي قلينا معها كان كي كابين كان معها وكابين دينوي وكو أقود دينوي وعلى أساسي طريق الإسلام هم كيميريسي كون أفر بقول أفرتن إيه لابو بش عبا بش سفر طالباتن إيه تدابو وكو بيغان سنة كميرادي وكو بيغان لابو كون إيه لاباتن كي بشهر أكتوبر طارشنا يتبان مدد هذا عن شقين أنه هذا إيش هتحوي سنة إياه لحبرات دكسيها أم فرني أم أم باللوني دكسيها الله بقابوي قابوي يصير فرنا ويشق ويصير شقير هين قابنا أنا كدب دب فرنا ودب هذا يا باللوني أنت أنا كأم فرني أم باللوني هذا حين يهين له تحفيد سجو تحفيدا وهكذا يهين هذا كان شقيا أنا سكوت بلنبلا لباتني يزيد حتى حفيد ما أنتوا حصو حاضري أو مجن امتحان وصو قالي سقال إيه تمن تحفيد يا ما أنت مجن سماج صو حاضرتي أو امتحان وما جل غير قاضي إلما صو حاضرين عدد كيدين يا ما أنت مجن صو حاضرين وتدباتني يو سد حنقوي وكوكوان ويرلي قبل بكوكوان يعني كان كلام مارين لقصة بالله عبد سمد إلا لقاعد أسكود أنتوا ده حسيك أم هذا قصة نوحوا هاون المها إلى الذي رجليه قرآن كود الله فيريو ما أنت إن شاء الله ما إن شاء الله يا
خميس يا جماعة دي نتعامل ويسو عادي فعم محمد جاي نوصل دمادي ما أنت الحاي وقبل جوا يا حلف الدوا يا وحنا لا يقف كسر مثل ما جسوا حاضري إن الشيء خير كأن أسكو حوجنا أو جماعة أسكو قبصنا يلا دون هجاوي سيقول ده أنا دخل أبو بقى يا ده كم ما هذا تكلم نعوي ده شغله مسيو ذيب وعلمنا أي شغله مسيو ذين ده كدولة ده بس حاضر وحنا شيء إنه مرها أدون آخر لقول لي بعنا ومجن نك أدون دون هيو أنت أدون لقيها لا نك جنة دون هيو أنت لقيها لا مكحان اللي هذا نك جنة دون هيو أدون آخر أبو مجن خيال لقى دارن مجن يلقى وين في عادي يوانة شرق لما نوجكتا أنا ما أدري حين ما غايا نك خير أدون خير أدون آخر دون هيو مجن أحلف دكتا مجن خيال لقى وين وحنا لنا إن شاء الله كسر دوار قام فوراً iy xalfada oo ka dhacayso balan bala ay tahay marka labaad ay tahay ilaahay duura waxa arnaasan ka dib inaan wareejino oo mar meel aan ku qabanno yaan doona ilaahay duuraha wajidaakum alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh muhsin jaymak sheikh xuseen jazawla khayran wa ra'is lajna ma sha Allah aad iyo aad wa amartan in dadal badan xagga daacwada sawir badan marka insha Allah ta'ala asan ilaah subhanahu ta'ala ajra kasiyo bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anigu waan mahadnaqahay un mahadaas oo xafladan un baan u mahadnaqahay duqo waxaan ahay reer baadiyo oo galjira oo ka dhac ka dage xafladan un baan ka mahadnaqahay mahadaas oo Ilaahay xaqiisa ka ahatay wixii aan gafana sheeydaan xaqiisu ka ahaday wixii aan heleelayna oo wanaagayna Ilaahay xaqiisa ka ahatay saasad ku samraysan horto mid kale aniga waxa la yiraahaa aadan dhabar introduction baa dawladda hore dhigay dhagaan haata ma qabi hadda wixii la bixinayo in waxba kama faahfaahsanayn aniga lagiina haata waan ka cuslaanay waxaa jira xafladan maanta balanbala ee musabaqada ee 75 baan jiray oo waxaan waligaa isoo marin marka idinkoo dhan macal cimrigiina waa idinka wada weynahay furahad idinka tiina ka wada balan baan nin diinad u soo dadaalay iyo nin danaba u soo dadaalaybo furahad ka balan baan qabaa oo waxaan waligaa arkin oo khayr xaqiisa taa ilaahay baan mahadle in mahadaasna ilaahay xaqiisa ka ahatay waxaan u mahadnaqahay oo kale ulama u diinkan waxaan aan leeyahay 75 anigoo jiro waligaa ima arkin khayr sidan oo kale dadkii u soo dadaalay ee ku soo tahajuday ee u soo jajabay ee anoo hurudno waxaanaga iska dhaqaaleysanayno muxuu aha ku soo dadaalay dadkaas oo macallimiinta ilmaha ku soo takhasuseen oo barkood aniga aan ka saayo ku tooka scout iyo lago ila abtsamad inta u dhahayso sub county balanbala kuwa barkood meelahay ku soo akhriyaan baan aniga soo arkay waa dad soo samray inuu imaam madaw yihiin hata waa arkaysan wajigooda ay madaw yihiin waa dad ku takhasusay meel on e iyo meel rabshade barkood meel cabsi e bay ku soo akhriyeen quraanka kariimka e ay ku soo dadaaleen waa arkaysin kuwa waan u mahadnaqaya ilaahay baa imaada xaqiisa ka ahatay waxaan kale u mahadnaqay culuma aan waligeey arkin oo meela meela ka imaatay oo wada diktoriye oo waligay aan arkin dhagteedana ay ku dhayn aqoon hadda aan u lahayn in xafladan maanta wanaagsan ee diiniyada xageede yaan isugu imaaday yaan isugu imaanay maanta aan furaxad weyn baan qaba waxaan idin sheegay oo kale nin walba culumo iyo qeyrkeed baa la yiri culumo horta waxaa la yiri al culamaa'u waarithatul anbiya'i bali dadka nala joogo haddii dad lagu xisaabay inaad anbiyaashaba aad qeyrkooda tihiin inaan horta aan idan ikraamnaa aad u banaan laakiin annaga waxaan nagu aragtay waa nagu samraysan dad iska qalafan baana ikraamkiiba nalagama helay madaxdaada iyo culummadaada haddaad ikraamto wax walba ilaahay uu kuu sakhiri marka waxaa nagu aragtaan oo ka dhac ka dhage ayagana inaad noo samartaan baan rabnaa idinkana waad mahadsantihiin kuwa doktoro iskaga jiifay sareerahooda oo istaraxooda iska muujisanay yaa la soo wada kiciyey oo ayagana ay soo kacayna ogolaadeen diin xaggooda annagoo balanbala iska joogna arijir e yaadna soo siyaarateen bal diin waxaan ka qabannay wixii aan nagu aragtaan oo daliil ena
وأحد تبريري ونرجس لكن نعو حليها مقبل وهان كلو إيشي نك أنا جو كله هو كان إدارةش مير هنجر وانسكير هذا البني هذا دي وديك كمان إيش هذا ير هذا البني وحال يجري أنا واحد إذا المشي قدر كمشي جوني واحد وش يعمل لكن نو البدين تا مالهم بوكا جار عمر يقير كده عمر الجوك بانهين وحال ليس الخبره كل معين بوير عليه النبي قال ليس الخبر وخبر كان مقشي كل معين كان أرتيلا توم آن أفقلتي ويا أفقاري نقدر وما أنا دو إنه سوى رجال وح أرتيلا وح عندنا هالكو أرتيلا وح شاهد وأنا دق يوديه لكن بوير ليس الخبر كل معين قال إيه هذا أنا وحنو ما أنا آن ليس الخبر كل معين وبنو ما يعني وحلقوش يا جاي الحفلة دي للي جاي مسابقة دي وحي بالعان إيش هو شكتي ننسك جرالوها ما ربنا بانمان توها بيسناي إن عن لي إيجا ورمين بانوها ما لي هرت ساق قبصلا نفتي أنا در يار من هند الدين جعل بانم حيل أنا بموت كله وو تدوات إن شن لينك جرو ما بقول من بعضهم ملي وان بروكسها يوليبو أنا جل جير بانسك هاي الرع رجع المقال أنا كريت هاي فرد كدرك ها قرب كيان وحبك كواي واحد جوا جمله سلاش هذا إسكير ما أول ما إسكير ودوم من جري مركان لينك ها نحدين انتهى نبوق بقى وفرب بنت هاي وياه سيد محمد قال يجمل عن قبل أن كجيرنا الله سيعان الحين وحيا أن دم بكجيرن بجرا سيد محمد بوعيري نين هلا وحالي أما فان دار أما على دار عصو ير إنه فان هاي بعنو ملايين بوحالي ولا قابي بدي قال هورس كيس كل يا الإدارة تدجي ويا اللي صار زابط كوكا سيسرق إنه قارك تاعه هي يا وحوجيري آخر كيسي أنا علماء كوسا وضع عمر كان علماء إكرامي مرة أنا حيران عن قال قام مغلي يا وحوجيري قال يسكون إلى فم بالله هاي آخر كيسي نول باق غرالة جد غير يقول حتى ما جال أبي ساقني يا المسبع قب شو عبايله قار تاعه قول الجاهن قبس رواه باله غريم بع عن توجر اللي بحبا قم بيرين له قودها كل شقاش يبرور جيل لقالي باله ألا غني مولى قويل يقرح رسول كاله قصيده ولا قاد قادي القرآن قوسا علماله أغلى قياس الله لنا شيخ علم وقاريك إباله ما جالس كغاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن أمد المسلمين تمشي سكون مع توي مهتنين أنا ما أرتاي وربنا يا هذا البنك ما سيال الربي هذا الوقت يا سك جابنا ما أرتاي سكفوا جاي dad badan ba hadli rabo marka ma rabi insha Allah ta'ala inaan si dheereeyo oo wax badan kama hadli rabi dhowr qodob baan rabaa insha Allah ta'ala inaan ka hadlo madama maartay kaalinti macallimiinta ama mudaradi la raw maartay inay ka muuqdaan oo kaalintooda ay buuxiyaan meeshaana maartay ani maartay aan rabo inaan maartay ka hadlo dhowr qodob baan rabaa inaan ka hadlo qodobka koobaad waxa weeyaan waa mahadcelin aanu mahadcelinahay ma aratay dadkan ma aratay wajuhdan quruxda badan ee ma aratay xaflada ka soo qayb galay culimada iyo ma aratay macallimiintii adaa wax soo bareen ardada laftoodi lajnatu tahkiim dhamaan dadkan ma aratay meesha isku imaaday xaflada ma aratay wajuhdan quruxda badan ku soo nooriyay khaasatan waxaan u mahadcelinayaa mahad gaar ah شيخنا شعب درهم وردالة وما ما أرتي كل جن أردني سأنا هين يانم هذا علنا إنه وما أرتي علماء وجامين هيو شيخ دبر سأنا ما أرتي لنا على الدولة دنا وكل سلامي هاي لنا علماء وكل سلامي مارك شاء الله تعالى إمامك ابن قيم وابنه علماء أنت ما أرتي مقعابي أنت ما أرتي مقعابين بقى أدب مهتمين تاوى ما هذا علنتي دور قلب مرها مارك إنك هذا شاء الله تعالى قلب كل بعد وحوي أن أوجد بهايو waxaan raba ma aratay inaan ka hadlo macallimiinta madarista quraanka dhigaan ee balanbala ma aratay inaan ma aratay aan bidhaamiyo iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo nolosha adag iyo wax soo saarkoodi inaan wax yar ka iftiimiyo runtii waxa ma aratay ku shaqeeyaan duruuf aad u adag aad be maartu dhabar adeegeen rag culimada madarista mudarada ka ah waa rag safka hore ku jiraan marka gacanta taagan ayaga safka hore ku wada jiraan marka culimada gacanta taagan madarista dhigaan safkan waa kan safka hore soo buuxiyeen gacanta taaga insha Allah taala
وأكن صف كوري كود جنا رجع ويان رجع مدرد ما أرتي هو جامين هيان مركا ويما تسيين رجع أيجى وحنو مالين باهي بدن الظروف بدن بكوش قيان أو كميت ما تمت دقالة يمد أمن لبضوا ودكسون تهين دكسية ذا حالة دولة بلنبلا ودكسون تهين حق اقتصادي هذا النقطة يم كوا قارو ما أرتي ظروف كلا أو قار خاصة يصير هيسته قارو حاجة مال أمني ما أرتي أنا هين أو ما أرتي أمني درة هيسته أو مال أمني أنا ما أرتي كوا آخرين وح كبران قارو حاجة لان مال نتوك وجلينين أو جدي جهاب أين جلين أو دور إجوجان نتوك من جلين أو مركز رم نفدي عند معنو إن ما أرتي سكول معنو وراق بالوقري بحكي جلنا أحد القديم وقت وراي كجلان وين وراق يفرم الله دره هو مجاشبة وراقان وقرنا مرك قارس ظروف تكوش قيام بجيران وحاله مرك أيها الله يدم بركةه ظروف تأذك مارت أود مارت أود بر أذيعا أدل قاتا دول علماء قستان هرمان نقطة مرك ظروف تأيها مارت أود بر أذيعا خونت مرك فيرنو ظروفها لوش قين هيو أو مر والبا مارت وشيطان يوم مارت نفتا كوش كيس ورمشن أو منه إيه بي قبول هينة راحة هينة ربك بدل مركز مارتي وحيالها وكوشة كيو وحي صهر لغان أو نسبة عينيه ما إدغان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو إيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه حديث كاسي كوهو القلان حديث كاسي أي كوشة قيان خيركم من تعلم القرآن وعلمه مركا وحان الله معلمين تاس يرقى مدارد إيه آدي آد بمهسيين وحصو صار كوضي يدلالك أي موجيان runtina waa wala wada arkay hayay ardada ay soo saareen saddex lambari hadda meeshan aan ku sugnayn waa la arkay maartii midhi asaga ha tan kale qodobka labaad aan u sii gudbay waxa weeyaan waxa ka dhaxay maartii taraabud iyo wada shaqeyn lajnada iyo macallimiinta way isku xiran yihiin haday noqoto dhinaca tashiga wada tashiga daacwada fidinteeda iskaashiga iyo maartii tacaawunka iyo haday noqoto dhinaca dhaqaalaha labaduba dhinaca dhaqaalaha يدنا على تعاونك وذا تشجع يا مارتي دعوتك وذا شقين تيدا ويسكو حلين سفي عم بمارتي وذا شقين في عم كده حسوس كل شقيان تانا وقلب كلبات يا مارتي أنا في مارتي أنا برا رجيو قلب صدحات قدام بيو حاوي أنا كسر جب جبين هيو وهذا ركتان ماشان هذا حفلة دمانته وأنا ير أنا في مارتي رب بلا أما فرين إن أقدره كسابسن waad arkaysan masaajidku waxa soo buuxiyay aruur yar yar waxaan u maleeyin dadka marti sharafka aha iyo macallimiinta iyo ilmaha wateen hadii laga bixiyo wax kale soo raaw aruur yar yar dadku waaweynaa ma hayno waalidki iyo dadku waaweynaa ganacsatadii bulshada qaybaha kala duwan ay ku yaryihiin taana ma aratay xogow dhaliil bay ku leeyihiin reebalanbala waxaa la rabeen nuurkaas iyo khayrkaas iyo wanaaga saddex bari gurigooda loogu keenay inay maanta u garab buuxiyaan oo maaragtay ay ku kaalmeeyaan inay maaragtay ka soo qayb qaataan way ku yariin maanta marka farintaas wixii joogana uu maqlaaya wixii kale hal la gaarsiyo insha Allah ta'ala musabaqooyinka soo socda ama maaragtay xafladaha soo socdaan waa inay maaragtay isbeddel laga arko reebalanbala waa in isbeddel laga arko ay soo buuxiyaan xaflada maaragtay dadka kala qayb qaataan runti هذا مارت يرمي العصاه خيرك يا وناجس يا ترتنك قرانك يا بركة عماش نسدح البركة سعتي إساء وبرقنيسي هذا مارت يرمي العصاه وحان حسوسته مسابقة كوريسي مسابقة مالن مركي سعتي مالن تلبعد إلى سبحانه وتعالى وحنوفري بركات كيس مدرك نوبلود هذا أنا مالن دويد مال هبين كل بعد أيضا نسدوا كله تاريخ ذاك المركز سوى ركت هبين كل واحد دار ربه يلاع إركوه يلاع مسابقة القرآن كا سنة كهارة هبين كل واحد بنو داعي سنة كن هبين كل واحد بنو بلوض إن شاء الله تعالى وحن رجينا بركة القرآن كي يوم أرتي خير كيس إنا تهاي تانا ما أرتي وبشار أدوين تنك على قدام بيسو وحن أيضا ما أرتي حسوس تا ما أنت جيف كي مقالة إن لما جوا سفرت ولا لما جوا هذا الأجيري بقولي ما أرتي وصف جريسون عن حسوس تا wuxuu ahaa hadalka asaga saddex bari oo meeshan waxaan galay wiiri aan moodno inaan xaramka joogno inaan ma ka joognaan moodo inaan saddex bari
حرم كأنا جوجنه يا سوي سنبي صدح بري مركه وحكى على عليه ومارته كحما أنا يصور دماته ومارته اللي يقول هاي ماش يمارته مركي يكان لاي مركه وحصدح بري وحان جوجنه حرم كي مكان جوجنه وأنا هاي يا هاد بين مركه أنت أكذب أنا كلي وحان هاي معلمين تان يعني كم هاي وحان أكون معاونه هاي مارته لا يمعابي معلمين تا إنا مارتي هرجوجو أهاي ماشاء الله كم معاونه ما هاي إنا وعقل بنا هاي إنا علم بنا هاي أنا أقول رأي جاون لكن والله كلفة والله مشقي معلمين تمارتي واسكت دوبين يلف تاضو دوسيه ده دكان بلام بلا وحال مده وين مده سينهين وحاله جام بيليهين كحجم بيليهين وزير مالي ليهين تنشر ليهين مارت أفهم بيليهين أيها السيد وكلوا اسكت دوبين وحال مده ملتقى جار وهم معلمين تيليهين بعد جرسنا أو حلا لو يحصل داخله يروح عليه سه يروح عقبه وكل ما تكره ولا حلان يا جرو مارت اسكت دوبين اسكت حريهين دوسيه ده بلام بلا كفران هيا تانا كسو جبجبين هيا داي جامن كل الجنة ده وحكوش هينا يهين لواتاني سيد حدوكسي ماشا وير الدوفي ادان سوحا لواتاني تدويين لواتاني تدوي تحفيد با كفورا بلانبالا كونتي سب كونتي وحا كسو قايب غالي ترتنقا ماانتا سغالي طوان تحفيد با كسو قايب غالين او كقايب غاتين وحاني مانين وحاني مانين ماتي سيديد تحفيد با كسو قايب غالين كل ظروفي ايو كوا عصوبة هرلي ايو وحيالة ساسا جيرين marka 19 ba mushaarakeysay guud ahaan waxa ay ahayn 27 tahfiid ba maartay ka furnayd balanbala sub county waxa ugu sheesheeyso maartay ka imaadeen abd samad geeskaas markii laga soo bilaabo waxa ugu dambeeyay xagan oo ah scott yaa ugu dambeeyso marka aad iyo aad ban maartay idinku maad celinaya dhamaantiin culimada iyo maartay khiyaarta kale lajnadi macallimiinta kulli dhamaan dadkan kulli xaflad isku maad waan maad celinaya halkay maartay وان سو كوب هيا انت اصلا كوب هيا هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومسان شعب قادر كاسبوها مارت معلمين تا سب كاونتي مراكز كوتا لا يجامن ويا هي ومسان جزاه الله خيرا كلماتك او كهله هذا محرمنا ان شاء الله لان علماء دعاده كم من مجالات جوجو ودعوه كوضو الشيخ محمود هيبه ان ان سو دويو الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد إلهي با مهاد دمان تهد أسوغناتي النوافجيي وحوالبا أو خير إيا النعماء ها أو آن هيسنو وما بكم من نعمة فمن الله وحوالبا أو النعماء ها مد أدون إيا مد دينيد با ربي سبحانه وتعالى حقي سيكاها تا مركاسا ساين أمهاد نقينا أولا وآخرا إنتا كدب وحامهاد سن إياغانا علماء حفلدان كسو قيب غشي يا مسؤولين تا يا معلمين تا يا لجنة التحكيم كا يا مامولكي رابطة دا بلنبلا أرض دا والد كا بلشوين تا يا غنا ويمهات سيهن إخواني انت أكدب وحانسلا يا هاي رنتي هذا الكا ku saabsan wixii diin ku saabsan iyo quraanka iyo fadligiisa culimadii ba jooga oo insha Allahu ta'ala ka hadlaya ani kelimadeedu waxay uun ku kooban tahay culimada iyo martida soo dhaweyntooda iyo inaan soo dhaweyno iyo inaynu bacda mahadnaq rabbi subhanahu wa ta'ala badigi inaan u mahadnaqno iyo inaan uun adkayno ama aan xoojino wixii ku saabsan khayrka iyo wanaaga iyo khayrkan aynu bilownay sidii aan ku xoojin lahayn aynu u dadaali lahayn aynu isu kaalmaysan lahayn taa iyada ahaaba iyadana loo baahan yahay arrinka isaga wixii khayr ah in la isu kaalmaysto rabbiga subhanahu wa ta'ala quraanku inoogu sheegay inaguna faray وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان با إلهي ويري إسوكا الميستا برغا إيا خيركا إيا ألاكا عبسغا وحي حمان إيا ذنبي أهانا هاي سوكا الميسانينا
سيدا وكال النبي صلى الله عليه وسلم وحاويلي حديث كي صحيحين ككوي يمد المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمنك مؤمنك كالي وحوية هاي سيدي دسم أوكالي أما سيدي دس أوكالي دستاس وقاركت قارك كالي وحوجيو صوبانه صلى الله عليه وسلم تلمانتي بو سي أتكييو فريهي سي بو إسدحقليي سيدا درتيد بعضتك مسلمين تيهي مروالبا أي إسكال ميستان وخير كيسو كال ميستان وناغ إيسو كال ميستان وأي قرب يقعل إيسو النغضان وحي قاران هرمر وحي قاران خير وحي قاران وناغ بضان مروالبا أي إسخلافان وأي كالفوغادان وخير كيسو كال ميستان وآيان إيضان مركز يضاها إنحطاط إيهو صدع با مركز يضاها كوي مادة مركز إخواني وحنكو صورورنا يا كلمة ذيدي وناغا إيه خير كاينو باللوني aynu isu kaalmaysano aan isxoojino inagoo aayadaasiyada aha ee aynu akhriinay ku amal falayna wa taawanu ala albirri wat taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab wa jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum wallahu a'lam salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kullay mar rabi inaan si dheereeyo kaliya waxa uu soo haray inaan uu martida noo maatay inaan soo dhaweeyo dadkan maartay waa dad kulli diin iyo dar ilaahay baa loo soo baxay marka culuma dawlad isku dhex jirto kaliya inaan soo dhaweeyo umbaan aniga hadda ku soo koobaya marka waxaan mahad weyn u celinayaa martidan ayada ee noo timid oo ma aragtay kaliya dacwo kali u soo baxeen howlo kale iyo waxyaalo kale aan u soo kicin dacwo u soo kaceen culimada dakhaatiirada xukuumadda oo ma aragtay dowladan countiga ninka saddexaad waa hanala fadhiya bal horta waa sharaf aada u weyn markaas waxaan leeyahay culimada soo dhawaada ana xogaa culimada gaariska imaatay u weyn yahay dr abdulxawar dheere fal iyo tafadal mashkuuran soo dhawaada abdulrahman bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallaahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin nicamta ilaahay uu nagu galladaystay ee faraha badan in la soo koobi karin yaan ugu shukrinaynaa awalan wa aakhiran daahiran wa baatina in ilaahay lagu shukriyo waxay u baahan tahay iimaan iyo in nicamta muncimkii nicmeeyey loo ogaado lagu barto oo loo aqoonsado qur-aankana waxaad arkaysaa wixii oo lagu ducaysanayo in ilaahay uu na waafajiyo shukrigiisa aayaadku uu akhrinayay qaariga waxaa ka mid ahaa rabbi awzicnii an ashkura nicmataka allatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan acmala saalixan tardaah in ilaahay uu na waafajiyo nicamtiisa inaan ku shukrino saxaabi jaliil ah oo la yidhaahda mucaad ibnu jabal mucaad ibnu jabal radia allahu canhu yaa nabiga alla hadlo wuxuu yidhi mucaadow waan ku jeclahay weliba waa dhaarto wuxuu yidhi wallaahi waan ku jeclahay ee ha ka tegin salaad kasta gadaasheeda inaad tidhaahdo allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ilaahu igu kaalmee dikrigaada iyo shukrigaada iyo cibaadadaada wanaajinteeda marka walaalayaal wax yar maaha fudud in ilaahay nicamtu noogu galladaysta aan ku shukrino waxaa ka mid a nicmatu lislaam waliimaan nicmadu ilaahay na siiyey waxaa ka mid a nicmada qur-aanka kariimka ah ilaahay nagu galladaystay subxaanah waxaa ka mid a nicmada nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay naga dhigay ummaddiisii waxaa ka mid a ammaanka iyo nabadgelyada aan haysanno
waxaa kamida duriyada iyo caruurta uu ilaahay nagu arsuqay ee na siiyey waxaa kamida inuu ilaahay na waafajiyey in caruurteennii aan waddada khayrka ee wanaagga ku barbaarinno waxaa kamida inuu ilaahay na siiyey macallimiin waxna barta oo qur-aanka xumbaarsan oo caruurteenna waddadaas wanaagsan ku toosiya nicam laa tucaddu walaa tuxsaa aa nicmo aan la soo koobi karin waay in marka maanta oo kale farax badan la muujiyo nicamtan ayadaa qiimaheeda la muujiyo dadweynaha magaaladan degan ee faraha badanna ay aad iyo aad raynrayn iyo farax ay wejigooda uga muuqato ayay mudan tahay maanta waa kalaamka ilaahay subxaanahu watacaala wax meesha lagu hayo bal kalaamka ilaahay iyo isgarab dhig kalaamka makhluuqa wax la isgarab dhigi kara ma aha bal hadalkii saxaabada iyo nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisu iyo hadalladeenna ma la isgarab dhigi kara maya laa tacridanna lixaalina can dikrihim laysa saxiixu idaa mashaa kalmuqcadi wax la isgarab dhigi kara ma aha laakiin likulli inaa'in bima fiihi yanضaxu weel walbaba waxa ku jira ayaa ka soo daata qof walbana waxa uu qiimeeyo ee agtiisa ku weyn buu jeclaadaayo oo muujiyaayo u soo baxaa qof walba wuxuu rumaysan yahay ayuu ku dhiiradaa oo la weyn waxaa laga yaabaa mararka qaar in muddo dheer qorax la taagnaado oo qorraxda xanuunkeedii iyo kuleelkeedii iyo dhididkeedii aan la dareemin sababta waxaa weeyaan wax ku halmaansiiyaa meesha ka socda wax macaanoo la dhadhansanayaa meesha ka muuqda qosol iyo farax iyo sacab baa laga yaabaa weliba inuu sii socdo maxaa yeelay waxaasaa la jecelyahay man axaba shay-an akthara min dikrihi qof walba wuxuu jeclaaduu sheeggiisa badiyaa sidaa weeyaanoo dadku mashaaribtooda iyo madaahibtooda kala duwan qof walba iyo waddadiisii weeyaan waqul icmaluu fasayara allahu camalakum warasuuluhu waalmuuminuun ilaahay camalkeenna waa arkayaa subxaanahu watacaala qof walbana wuu arkayaa muuminiintuna way arkaan mar walbaba rasuulkeennana calayhi salaam makhraatib uu ka noqon doonaa ummaddiisa sidaa darteed walaalayaal khayrkan waa maalin farax aan ku faraxno waa maalin lagu shukriyo ilaahay oo nicmo cusub weeyaane aan ku shukrino caruurtaas ayada ee qur-aanka baratay ee xifdisayna ilaahay aan ugu shukrino macallimiintii baray wax bartayna aan ku shukrino garab istaagna aan muujinno qof walbow wixii tabar iyo taagka ah ku garab istaag khayrka iyo xaqa inta aad nooshahay inta unbaa hadhow wax ku noqon doontee adduunyada waa maalmo yaroo kooban waa laga tegi doonaa waxaa la isweydiin doonaa waxa weeye alla iyo rasuul iyo kitaab iyo diin baa la isweydiin doonaa middaa weeye midda hadhow lagu kala bixi doono oo dadna ay ku liibaani doonaan dadna ay ku khasaari doonaan marka kuwa khasaarena waa kuwa maalinta qiyaamo khasaaray kuwaas weeye kuwa khasaaray qodobkaa waa qodobka koowaad macallimiinta iyo maamulka raabitada iyo dadka u kaalmeeyey garab istaaga intaba waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra caruurtan qur-aanka baratayna ilaahay qur-aanka ha ku sugo kuwo kitaab xoora ilaahay kama dhigo qur-aanka tuura ilaahay kama dhigo a'ima iyo mucallimiin dadka waxbara oo tujiya oo khudbeeya allaha ka dhigo waalidiintood kuwa ay ku farxaan allaha ka dhigo cilmu yuntafacu bihi ka dhigo macallimiin ay waxaan leeyahay wax ka weyn ood helaysaan ma laha in ilaahay qur-aankiinnii uu qabuul siiyey oo dad inaga qaado xumbaara aada hesheen oo haddaad dhimataan uu inii socon doono oo dhaxalkii nabiga aada hesheen calayhi salaatu wasalaam oo hadhow qiyaamaha markii la tagana uu taaj waalidkii ilmaha dhalay iyo wixii waxbarayba ilaahay uu siiyo subxaanahu watacaala saas darteed macallinka niyaddiisa ha sii hagaajiyo dadaalkiisana ha sii badiyo beerta ay abuureen midhihii beerta ay abuureenna way arkaana maanta la goosanaya beertay abuureen midhaheedii way muuqataa maxaa yeelay qofkii intuu beer abuuro beertiisa waxba ka soo bixi waayaan iyo qofkii beertiisii midhihii laga goosto isku mid maaha macallimiina waa lanaga aflaxay laakiin shaqadu way socotaa ayaa laga daalin ilaa aad ardadii aad waxbarteen ay macallimiin noqdaan
oo kursigi iyo booskii ay la wareegan shaqada ayada waa inii taala hore u sii socda kuna sabra waxa laala wixii dhuruuf iyo dunyo ah oo ina soo gaara intii nabigeena soo gaadhay oo dhibaato ah oo saxaabada soo gaadhay oo taabiciin iyo atbaacu taabiciin oo man tabi'un bi ihsaan ayaa ka badan waxay raadinayaan maanta way heleen oo janno iyo darajadii sare ah way heleen aan ku sabiro qodobka kale u dambeysa waxa weeyaan walaalayaal dad muslimiin aan nahay dad walaalaana waan nahay dad iyo dal iyo diin intaba wuu naga dhexeeyaa saa darteed aan noqonno dad walaala ah wakunuu cibaad allaahi ikhwaana addoommihii ilaahay walaala noqda hala iska ilaalino wax walaalnimada dhaawaca oo ay ka mid tahay cadaawadda iyo wax iska sheega iyo wax isku maaragtay isku geysashada aan iska ilaalino quruxdan aad arkaysaan quruxdan aad arkaysaan quruxdan waxaa lagu helay nabadgelyada iyo isku duubnida lagu helay dowladnimada iyo quruxda iyo maalkan iyo muuqaalkan oo dhan waxaa lagu helay walaalnimo iyo midnimo lagu helay saa darteed aan ilaalino nabadgelyada aan ilaalino ismaqalka aan ilaalino isku duubnida gaar ahaan xilligan kaambeenka uu bilowday waxa la yidhaahdo ee doorashooyinka la isku diyaarinayo qof walba ha isxakameeyo qof walbana yuunan la imaanin xadgudub yaan lala imaanin dhulmi walaalkaa walaalkaa u weeyaan asagaa kugu soo hari doona dhulkii baad wada leedihiin waa isku soo haraysaan diintii baad wada leedihiin waa isku kaalmaysanaysaan meelaad ku kala tegaysaan ma laha haweenka arrintaa iyadaa ha qaataan dhallinyaradu arrintaa iyadaa ha fahmaan odayaashu arrintaa iyadaa ka taliyaan xaqiiqada dhabtaa waxa weeyaan dadka waa walaalo wayna ahaan doonaane markii siyaasad la gaaro yuuna fareenka gu'in oo isteelinka jabin oo dadku ayna noqonin dad waxay rabaanna ku hadla waxay rabaanna sameeya ayna noqonin oo la dhaawicin walaalnimada iyo ehelnimada iyo diinta iyo akhlaaqda arrinta iyada aad ha loo ilaaliyo waa maalmo yar waa laga gudbayaa mulkiga iyo madaxnimadana ilaahay baa iska loo bixiya qofkuu rabana wuu siiyaa qofkuu rabana wuu ka qaadaa sidaa darteed arrinta iyada waa ku celcelinayaa munaasabo kasta oo la iskugu imaado oo aan iskugu imaanana waa inaan ka sheegnaa waana ka sheegnaa arrinta iyada aan ku dadaala jazaakum allahu khayran gacmaha aan isqabsanno aan iskaalmaysanno xafladdan quruxda badan ee madaxdu ka soo qayb gashay ee dowladda county ee Garissa ay qayb libaax ku bixisay dhaqaalaheedii iyo maalkii dhaqaalihii ay ku bixiyeenna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaahu allahu khayran gaar ahaan ragga dhallinyarada ee mutacallimiinta wax dadka baraya dowladda ku kaalmaysay garabka ugu noqotay ee shaqadii awalba ay wadeen horra ay wadeen kadibna ay wadi doonaan haddana ay wadaan oo u kaalmeeyey xuquuqdii ay lahaayeen iyo muwaadanadii ay lahaayeenna ku garab istaagay xaqoodii dowladdan ayadan waxaan leenahay waad mahadsan tihiin wixii kale oo madaxaana ha ku daydaan oo shaqada ha la wadaano shaqada ha la wadaano waxaana yeele rag badan baa hadda shaqadaasi ayaa ka qayb qaatay oo laga shaqaaleeyayo dee xaq bay ku leeyihiin xaq bay ku leeyihiin mar hore ay ahayd 50 sano oo shaqo la galayay oo mushaar la qaadanayay oo waddanka wax lagu lahaa ayay qatanaayeen marka in kuwii horena loo soo magdhabo kuwan dambana loo sii wado ayaan annaga qabnaa si guud ahaaneed dowladda guud ee waddanka o dhanba xukuntaba markaan la hadleyno marka jazaakum allahu khayran waa saxaa ogtihiin inay culummadu ayna ku xidhneen mushaar baan ka qaataa iyo kama qaata midna kuma xidhnee risaaladoodii iyo manhajkoodii iyo waajibkoodii bay gudanayaan mid u shaqeeyay iyo mid aan u shaqayninba waa waajib diina waxay gudanayaana saa ha la ogaado culummaduna niyadda saa ha u sheegaano qalbigoodana ikhlaas iyo alla dartiya ku ilaaliyaano xaqana siduu yahay hau socdaano mar walbaba siday markii horeba ahaan jireen haddana ay yihiin ha ku sii wadaanoo thabaadka iyo sugnaanshaha ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisanno yaa muqallib alquluub thabbit quluubanaa calaa diinika ilaahay diinta ha nagu sugo kitaabka qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta midigta ha noo geliyo qalbigeennana ha ku shugo away aamiinti maiska dhaafteen wahaabiyo ilaahay qalbigeenna iimaan ha geliyo towxiidka ilaahay qalbigeenna ha ku sugo qabriga ilaahay noo waasiciyo cilmigeenna cilmi naafaca allaha ka dhigo caruurta yaryarka ee qur'aankaasi lagu shubay ilaahay qur'aanka ku sugo kuwa mujtamaca taqyiiriyo oo bedelo xagga wanaagga u bedela ilaahay ka dhigo hogaamiye fiican kuwa hadhow ka soo bixi doona hogaanka waa iyaga eh ilaahay hogaamiye fiican ha ka dhigo ilaahay umuurahooda ha sahlo madaxdeenna meelay joogaanba ilaahay noo barakeeyo.
إلهي حقها كتوسيو إلهي الرحمة ده قلبي وذهقليو إلهي مسؤولية ده يحلل كي واجبات كي هيان كوي قرطاء أو يستاقى أو كسر على الله كدهو قلوب تا أمدر إلهي كسو حلوز كسو أروريو من دين مدن إلهي مو إلاليو أمني أمان الله نسيو كلال كي بهذا الوجراء رب إلهي هنسيو اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا سقيا الرحمة لا سقيا عذاب اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعد قاسنا إله نوافع كوي قاتان إله نقدقو محنو وحق ولالكين الشيخ حسين عبد الله مسايدك إمامك ابن قيم صدو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إلهي ما هذا سكلا سبحانه وتعالى ضد مسلمين أن قد جي أنتم أبو ركض دين تسنجوها نوني ما أنتن النجو كل مي جوري جوري سكمدة وماله للكيسة يبلاد سو جعلي هاي وكمدة الله عز يا ما هذا سكلا سبحان الله كبر يا ناس لا نمذا يا خاتمة وناسن أن إلهي نجو تلو يا كلمة التوحيد وحكلا أنكم هذا نينا ربنا بلا علماء هذي معلمين هذي تحفيز هذي أرض هذي أضياش هذي وحفلة دن قيمها بدن ديني إيه قرآن كحفلة دي سنقص دبيين هذه هذا يقوم هالسنين إلهي نمارتها كابال مريا دنيا خرابة وفدي جن أسجن الصعدو وعلماء ذي مسؤولين تكمل السؤال جيبين هذه هذا يوم هالسنين علماء ووين ينمك مسؤولين توه جامين أيو كم تسكتري أدب يوم هالسنين ولا ليال وحي وأنا يتصالة هذه أدب علماء أوجا هذين وشقة نجش عبد الرحمن وقدم بيجي دكتور عبد الرحمن نعمة نانو إيمان أيوة نعمة إلهي نسي القرآن الكريم كنوس ودجي القرآن كان أدار كيسان مركو النبي كهل عليه الصلاة والسلام حيري القرآن كفي ديسة قعنتي إليه كجر في ديسة كلنا قعنتي إنه كجر سو قعن القرآن كما هصنو سو كان ما هنو ريالو مساجد قريها نو يليالو القرآن كليه واها سنة القرآن كاس أسهج وحيري النبي كدقة وقبصدا مركي لليه كدقة وحال رب إن لبرتو معني سنة لفهمه لوونا عمل فلو دتك لوو ييرو حدا اساس يشان النبي عليه الصلاه والسلام ولين مردو ميسان من هلاك سميسان مركه قران كي ان حفلتي سمان دو فدنا قران كاسو الهي ونوغو تلا غلي ان ان كعزونو كشرفونو ادونيا قربا لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون يا الهي وحنا ايدين كوسو دجيناي قران اي شرفتينا عزقينا كجر الدنيا أقربا نك الشرف ربا نك البروا قربا نك عز ربا نك وحو كفا أن تمر ربا قرآن كي أي شرفتي نكوجة نيدن كسو الدجنة سو عقل ملهي دين ورلاي محل الأرك لا دين مركب مسلمين تما أنت وحد بدعا أكاني أو للرفاسنين قرآن كي كسو الجسنين قرآن كما نقو يرتين هذه هذا دم حسنتين وحن لي هاي علم مدق قرآن كحفظ سن يأرض ضوضنا يحفظ سيئين إلهي أكتس مقام وين باتكليدين معايا لي نبي حنوشي عليه الصلاة والسلام ننك قرآن كحفظ سن وإيماني ما لنت قيام قرآن كان وإيماني قرآن كهل إلهي وحليه إله ننك قرحه مركز التاج لو قلنا درجين إلهي أكتس التاج شرف يا مدح لو قلن إله وكري وليهي اسكو جوك أو ما رنتي درجين إلى حق سكان ما تي أو قرآن بدن يا الله حري إلى أكرر على النقول ليها قرآن كهله مركز وليها كرر على النقانه وحالته مركز فول درجة جنة فور فول قرآن كان آخره آيات كستا وآخر سنة وحد كل هذا يأجر والدين تعلم هذا قرآن كأوكيانين إنا حفديانا ما لنت قيامه وحاله حري إسكو جوجا دون كونان عنجونين مركز سيسويدنا إلى هي وسنكو هالني وحال ليه هاي
waxaad ku heshaan ilmihii aad qur-aanka xifdisaysaan, ilmihiina dugsi markaad geeseen qur-aanka idiin xifdiyeen. Marka qur-aanka ilaahay sharaftaanada adduunya aqara qur-aankan uu geliyey, qur-aankan aan maaragtay ku dadaalno. Reer balaanbalaa meel marka ay kor u socoto oo qiimo leedahay oo sharaf leedahay oy kobciiso oy korayso waxaa laga feeriyaa qur-aanka. Aad baan u faraxnay maan, maxaa yeelay 27 taxfiid yaa sabcountigii balaanbalaa ku yaala la yiri yaa wixii ka soo qayb galana maan 19 wey. Marka meesha maxaa weeyey meel la kanto wey, meel lagu farxo weeye. Balaanbalaa waxay ku tusinaysaa inay tahay meel maaragtay nicmo, nicmadii ugu dambeysay Ilaahay u siiyey, waana meel kor u socoto sidan dhuujiya nicmadan Ilaahay nii siiyey oo diinta maaragtay dhuujiya. Idinkana waxaad rabtaan aad Ilaahay aad ka helaysaane, aad Ilaahay ka helaysaan. Waxaan marka ku mahadinaynaa barakallahu fiikum dowladda countiga uu madax ka yahay maara sayid ama gafana Cali bin Qurane oo maanta xafladan iyadana maalgelinayo. Aad buu aad iyo aad ugu mahadsan yahay oo weliba diinta iyo culimada u sameeyey xafiis, aad iyo aad ugu mahadsan yahay. Muraadkiisana Allaha sahlo adduunya aakharaba. Annagana maaragtay aad baan ugu faraxsannahay xafladan iyo reer balaanbalaa. Balaanbalaa waa maalintii ugu horreysay aan imaado, sharaf baan ku imaaday, sharaf baan ka soo kornacay, sharaf baan kula kulmay. Ilaahay ha noo aqbalo dhammaan. Wa jazaakumullahu khayran wa baraka allahu fiikum. Martidii ayaan wadnaa qaabka u kala hadlayna iyaga soo qorteen kulli waraaqdan ay yarinay waa un iyaguma soo baangeeyeen, waxaan aniga baangeey ma aha. Waxaa ku xigaa walaalkeen Sheekh Isxaaq Cabdullaahi, falyatafadal mashkuran. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, ama bacd. Walaalayaal, ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaalaa. ilaahaygii noogu nicmeeyey nicmatu lislaam waliimaan. meeshan maanta maxaa loo imaaday? iimaan iyo islaanima labadaba ilaahay waa nagu siiyey. waa arkiseen dadka meeshan imaaday, dad ahlu kheyre, dad kitaabka ilaahay xifdisnaawe, dadka ahlu kheyrka imaaday. marka nicmooyinka ilaahay uuna siiyeyna maxaa ugu qaalisan islaanimadii iimaanka. caafimaadkana waa nicmo, haddii la xanuunsan yahay la meeshan lama joogeen. amniga waa nicmo, odayaashii culimmada hore bay ka hadleen. maalka waa nicmo, wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa. nicmooyinka ilaahay uuna siiyey waa inaan ku shukrino, khaasatan ismaamulka hadda balaanbalaa waa inaan in badan lagu shukriyo. midda labeesa hor baa looga hadlay meeshan maanta qabanqaabadan dadka soo qabanqaabiyey oo ay ka mid yihiin ducaadii iyo culummadii balaanbalaa, hadday tahay guddigii uu Sheekh Akhaana Xuseen uu Jeemanka ka ahaa, hadday yihiin mucallimiintii, hadday yihiin waalidkii oo ilmihiisa u diyaar garoobay inuu wax la baro si Sheekh Xuseen aad ka hadlaya, hadday tahay ilmihii wax soo diyaariyeen, hadday yihiin ilmihii wax soo diyaariyeen, ilmo badan oo da'dan oo hadda maxaa arki maadina baranaynin, diinna baranaynin, geelna raacaynin, lo'na raacaynin, arina raacaynin, dhowr qabaan dhowr, dhowr ma taqaanaa? marka dadkan hadda waa arkayseen qur-aanka sida uu akhriyeen, waliba maanta maxaa filna ilaa 10 inay gaarsiiyaan maarata eeka loo badiyay akhriska, walaa waa loo soo yeeriyey sababta waqti oo ciriiri ah. sidaan ani aqaano, ilmahan waa ilmo aad iyo aad loo dhisay, markaa macallimiinta soo diyaariyeen iyo waalidiinta iyo guddigii kore dhammaan intaa waa hal lambar ah. macallimiinta, ilmihii, waalidkii, guddiga Xuseen uu hogaaminayay, lajnu taxkiim oo ayakana waqti ka qaateen, intaa waa hal. maxaan leenahay waa mahadsantihiin. dabaqo kale jirtaa markaa iyadana, dabaqo kale oo muxuu ahaa intaasoo jinaax ka kooban, gafana uu koob ka yahay, laba uu maarat Cabdisheekh uu ka yahay, saddex ay ka mid yihiin Dhakhtar Dhabar iyo Sheekh Wardheere iyo Sheekh Xuseen. intana maxaa socdaa Jeemankii Albayaan, asagana waan itusi doonaa. marka maxaan leenahay, kow, reer balaanbalaa dadka maanta meeshan soo xaadiray
دذالك لا موجيو دذالك هذا اللب حيي يا وقتي أن هرنا أو بحين سين ساعة ساعة نلسع عنه وإني أو مارتي ونسقام وحده لقى إلى علي لا هي لبريو دتك ميكروفون كجاريو يا كوبا سوشيال ميديا هكذا يسند دونان أو أيك أنا دكسيلو ويا محرده يا دكستان مغشة دكسيلو واقوى المهر الله لا بري دكستان محاوي أيك بس واسكافر يعني المهر الله حبابي برناين جيل يا رجال كلاعب يعني قارن مله أول ديلاين دتك دكستان إيه دونت سعرهين كون يا عندك سعرهين صراع كفى إذا استا دكستان نقوينا قلبك كلا ولا لي الهرن والله ما حد نقي ماشي مع الكسين قرش باقلي قمن قابا قشي جديد انت صوم محوا كيلومتر شلال صوم عنا لصوقاتي إن الله انت كشقيسي إيا إن الله محل الهجري إيا انت مارت محوا سبوت كسيسي أيك ان أجر الله كسيو ذاتك أيك وافر بليهن ذاتك وافر بليهن قار ماشي نجوان وعلماء إيو عبد الشيخ أولي وكماش عندك أوين حق من سبات إيو الدولة بركيرة يا علماء الدين كوينا وياكنا غيب تاسم أوجي قار عن إيمان باجرا وزيرك أحمد شالله كمده الأخي محمد شالله الله بركه يا أصلنا غيب وكقات ما نتمشن وكذلك محمد سهل برالة لانقطع نكم قاعدة أصلنا أدعيننا وكذلك محن أدعيننا نك بيها قارس أحل سارن سريع الله أصلنا ماشي جوا الله كنا بتجليه يا ماشي جوان رجع يدمان ذات خلاف ربنا عن كوبي كرين أيكن الله بركة يا مركا محالين هاي دذالك سخاص يسعامبو عن ما ولا مارت ودنه محار رأينا نيتو سو سو استك شيخ بهل استك جوك سهر البيان جمعية البيان شيخ تنو هر سو استك جمعية مهاجرة البيان اللي راهو زبن كهر مها أضي كأها الأخي دكتور عبد الرحمن ورقيرة مها أقدم بي مها أقدم بي دكتور محمد قاسم هذا حاليا رئيس كالبيان ومدبلا دورك قبتي بلان بلا كي قبتي هذا نسيستم فربلا يوح نوسو وجره نيك الرئيس كي الأخي شي عبد الله شي علوي وأقرأ نيسان لبدا نعب مادقة علم شريعة وكاديسان الله بركة إن شاء الله تعالى محادثك أصل شقيا شيخ أحمد استك شيخ أحمد استك جوكسو عيسى عيسى استك يا أنا كان هذا إني لهذا اليوم يوم حال لجرة وعدتك تنفيذ كي الوالد شيخ عبد الرحمن ورقيرنا وعدتك هذا نقدم بيو عصينا هو أي شيء ما دام حيث ليقى الجمعية كما بحثنا بإذن الله الباري مركا أنت محان دب أو نغنيا دتك هذا قرادة ماشي نكسوا بها هايو وعدتك عن ربنا مركا بودي مسمى إنه تحفيد يفرنو أو البيان إسكاليل هاي رجع علومك النقل لها أو كتبت آخرين لها أو محل الإجري دعاة نقل لها وي ولا لها مسلمين تمحان ويدنيا المهن هذا شان يتمن جربة أو وين الله يغيابا إنه أو وين أما أو خير ويبو شان يتمن سنو هذا كدن بماشن ذاتك المحين نقل دونان ذاتك هذا دبضا عكت أي سارين قرآن كسان أدياريين موها النظام كان إبلاعك مادي قاكودني أخرستان dad maxay noqon doonaan laba dhinacba ka dhisan jaamacadaha islaamka ka soo baxay maadiga ka soo baxay umada anfaco rag iyo dumarba gabdhahaana hooyaal ducada noqon doonaan gabadhi hadda meesha akhrinaysa codka ku akhrisay carabkeeda ilmaha waa maqleysan maska noqonin marka macallimiinta soo wax soo bartay maxaan jeclaan lahaa in inta ay soo istaagaan macallimiinta oo dhan soo istaagaan inta istaaga walinni lama arkin soo fiican soo istaaga macallimiinta inta istaaga inni ko dhan تحفيد تحفيد كلان تكيم ما نبر يا أنت ماذا هلا دقيقة بس إنسو استاجع إنسو استاجع من فضلكم ما نبر يا وحير كذي معلمين تا معلمين تا ما ندهن جد جس على حسين نمدهن ذاتك معلمين تا شق أنت استاجع أنت صع أنت صع ذا معناها إن كوت وايني شق دون صع 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 شن دقيقة حتى ما نلا بد دقيقة كروا إنسو استاجع إنسو استاجع من فضلكم رجاس وأركسان يا المغن يا المغن أبن ما إن شاء الله رك فرب بلن قريش واللي بيحل وقص عضة يرك بلن بان أركيا يانك إسكوت قص عضة ولات كاس ما شاء الله نمك باشتوم كمارت أفغانستان ويرجع دوب كوينا ما مانتك مغني رجل محنك ولا مركب واحد تاين هذا رجل فيري وعرور وأردن كتاب كلا يحفظ زين ذاتك ما أخرية صار سهرين موجودين قال كود محدرسيك صابحين جامعة لك صابحين مه أصابحين تولوين كيو
meel ee biyo qabow ee ka cabayna duqaas aadan aadan had muxuu dhahay nimanka ma madowaada kii dhahay ku haa qoraha dishay iyo ilmaha waxbarashadooda ay ku fikireen ilaahay idankii maxaan ka rajaynaynaa kuwa la dhahay ee qora wartaqa inuu ilaahay iniga dhigo ayaa allah inii barakeeya fariista min fadlikum markaa dadaalka aa wadeen sii wada warshad baa ilaahay iniga dhiga dad baa soo saariseen waana inii ducaynay markaa maxaan inileeyahay inigu qatimi ah waqti kastaa inta adduunka nool nahay waa nila shaqaynaynaa aw sheekh xuseen khaan aho ma jooga miya naxnu macaka insha allahu tacala waan ku garab taagannahay waqti kastaao waqti barwaaqo iyo waqti dhibo biidnillaahi albaari waa inii garab istaagaynaa ducaada yaryar iyo dhammaan iyo waalidiinta maxaan ku celinayaa mar labaad reer balaanbala maxaan inii leeyahay reer balaanbala maxaa inii leeyahay gafanaha gaarisa gaal iyo islaamba maamuliyo meesha ku dhashay meeshan waay kibaaki markuu soo geli jiray maxaa la dhihi jiray meeshuu ka soo galay maxaa la dhahaa odayaa mehed odayaa baa dhihi jiray ma ka saagin in badano meeshan fadhido meesha odayaa maanta oo gaarisa koonti intee way ma boodaayba ma halluuqoba ma burraaba ma dhaadhaaba ma madoogaashba ma saanqurba ma hashi saaqaya intee way waa balaanbala balaanbala markaa maxaan leenahay kor indhaha horaa fiirinayne balaanbala ay hoos fiiri hoos labadaa lugo hoostood fiiri aad iyo aad u fikir rag iyo dumar diintana xoojiya wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu umahadsan sheekh saaq jazaa ullahu khayran maxaa nagu xiga walaalkeen sheekh cabdiwahaab duwani sheekh cabdiwahaab fal yatafadal mashkuur بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إله ما هذا سكال سبحانه وتعالى ما يشان سكوكا كيني أرنا أو معنا أو كسو قيب قال لي حفلت دان قرآن كي كريم كي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس لغوح صيو وحاك الله مهدسان رجع علماء أرنتا كسو شقيين oo nimanka walaalaheen ee guddiga iyo sheekhaana uu weeyahay sheekh xuseen oo ay ku jiraan nimanka kale kasii hooseeyaan maxay ahaday macalimiinta dugsiyaalka ardadan yaryarkee barakaysan ee qur-aanka xifdiyeen ee qur-aanka dhigtaan waalidkii ardadan dhalay dadkan culummada walaalaheen muslimiinta iyagana soo xaadireen dadkan mas-uuliyiinta dowladda ka socdaan ee soo xaadireen duqeyda magaalada magaalo mogta markii la degan la joogo waxaad ku garan waayna ama madaxdeeda ama duqeydeeda aad aragto labadaa duqeyd u qaabtay cabdi allah xifdiyay iyo abuukay aadan waa dadkii magaalada mas-uulka ka ahaa ee soo xukumay haddana u taliyaan waaye waxaan u maleyn balanbalaa marka wax ka maqan oo hadda meeshan aana joogin maba lahabo intaa waa mahadsantihiin waxaa weeye ikhwaanay culummada na wacdiyeen na waaniyeen kitaabka qur-aanka noo sheegeen waxaad ogtihiin dacwadan ilaahay subxaanah wa tacaala nebi maxamed yuu ilaahay soo saaray isagoo keligii ah nabi ciisaa nabi uga sokeeyey 500 ziyaada sanaa u dhexaysa meeshii oo wax gaalay wax islaam aanay jirin oo dadkii gaaloobay wax munaafiqi wax diin inxiraafa ku dhacay yaa ilaahay soo bixiyey markaasa waxaa la yidhi adduunyadan xagga diin la-aanta iyo gaalnimada isku raacday ka soo joodi xagga diinta usoo joodi baa la yidhi waana ku guulaystay sallallahu calayhi waali wasalam ilaahu wuxuu leeyay subxaana wa tacaala awalam yakfihim anna anzalnaa calayka alkitaaba yutlaa calayhim ina fii dalika laraxmatan wadikraa liqowmin yuuminuun kitaabka qur-aanka soo idinkuma filno ilaahay yihi subxaana wa tacaala kitaabka nabi maxamed waan kugu soo dejinay ee dikriga ah waanada ah xusuusta ah ilaahayna ummadda u naxariisto dembigooda ku dhaafo janno ilaahay sababtiisa ku geeyo kaasoo idinkuma filnaa la yidhi waa naxariis ilaahay noo sheegay subxaana wa tacaala nabi wuxuu yidhi sala allahu calayh waalih wasalam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjis macnaha waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacayo adduun iyo aakhara wixii ku anfici ku dadaal adduun iyo aakhara waxaadna anfacaysa islaamnimada waxaadna anfici diinta waxaadna anfici kitaabka qur-aanka oon qaadanoon ku dhaqanoon ku noolaanoon baranno ilaahayna kaalmo weydiisto ilaahay u kaalmaysu yidhi subxaanah wa tacaala shayga cibaadaed qabanayso haddiinan muwaafaqatu min allaahi aanan jirin oo ilaahay kugu kaalmaynin oo ilaah subxaana wa tacaala nugu hanuuninin kuma hanuunayna mana qaban karno taa waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacaala iraadadiisa
إلهي كلمتي سان كقارن سبحانه وتعالى وحان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد قيبت قدام يسوع هكا عجزين هكا عجزين معناه ذو حوي والشيء قال هذا قبل له خير كهذه الدبات كقبل إن الجاري إنه وقت أكو بناية هاي إنه وقت كوسي فرين عمر كوجرو وركما هيس بركة وعد يعني قال غربة نوالي لا خير سي بارك الله فيكم أنا كلمة إذا وهي كوس أحسن تايون وعد السنة العام سين عرضا إنما كان شيخ حسين قدي وجامع كوي خير الله سيء مال في عم بيحصل جارسين إلين قديال خد قديال بلام بلا شيء مكت قديال كقوة مغضان كقوة قرصون وهم جيران بهم ملهم بو سار ملهم جوزين قديال أنا بحالنا أنا كان مغضي كان قرصون وكان قرصون كان كاريا بس كسور قال يلا فتيا ده ماله ما عليش مركب عاوية مال في عم بيحصل جارسين سافرت ورا ماشين أنا سكوي معني سوى أنا حفلتنا هو قبتين أو نقول يران أو نمت وحيابات طلع سيناء جري مركب هذا أروح عنكو يروح حاجة تجمعية القرآن جمع اللي راهوا جارس. سير النظام كي واحد كقاطم بروشة وحان إذن كلفتي إن أعضادي إن واحد سسارة كويري. وهذا سسارتين بانكوري إنه البوح هو اللي كارو العاج إذن كسسارة. شيء ولا جمع بالله بزيرة واحد كبل له دين صفر كبل له منه إذن كنا واحد لي ماتان. وبالتالي سفرتنا هذا ويسحل قابين. أي غلفتوا حوار اللي مادين. إلا العاج تما جانهم بالله هنا يموت. هذا ضحك هذه نذكر رحم بتسويلسين سافرت عن مركب حاوي أجا باللعبين ده كان كلام مسلمين تيا ما ذحذي مسؤولين تلا خير هسي أجا نويوسي كالمين روح هذا ترى أنت نوي يذكر لي واحد كيري لكن هذا ترى هم هيجي وعلى يا بعدين كنا وحصل رادي بدأ أنا مركب حاوي وكم سنتي بارك الله فيكم هذا أنا حاوي سند والبو وحي سند كصوص هذا هذا لمن هجية الله وضع شيء هو إني ومنظم هي أن نظامسه شيء اسمه مهلل لو سكون أحد عاصم حلا جمع قانون كرو سيد هذا أظن نظامسين أتو سيسين بالله ربع اللوسي والله اللوسي صادو أدون كحوي إن أم بعاري أنت أنا هذا نكار دم نكار بالله يا إني جارن لبده كرو سنة دم وحصوص على لقى شيء كله لبده كرو وحوي أدون كهدو جارو إن أم بالله يا إني جارن أنت حصل ربع شقنا إني قبته سفرت مدة مدة كدم بيسو حلا ربع مرك إني كروسي صادو ما هو سابقا ذا أي كرسي ولا ولا الله روا وحوي وبشان دت كانوا طن يا علماء طن كده حن ما إن بشان إشقادة كسر قبتين مش أقوى بدل نيت هاي شقادنا الحمد لله خير كذي بركة وام مغتا وعكلو في الكل كسر جبين وسابقا ذا سفرت هرب هذه شان ملين وين سوجرت وسابقا ذا كلا جارس لقبنا يوم دكسيال كقارض وابن هاي نابو قار هذا وابن هاي نابو اسماء ذو إمادين وان هاي أبو الله كهني نكِي كلا أباهن أو معناها أرددي سمشي كي قيب جلي كران أصيانا هكينو لعق نوحو هكي وسواسين لعق أدون كاد موت العق اسمو عبسي أبو لعق توحو يحن بعد قعان تكود انت كلا نسيو بعد قب حنون أدون كار ريان نمي الأذيك وجي كاكي نمو كسا ورسات تذكي قبنا أي ورو كادي لها ماشي ويسكفر دان كوبي كلا نوحا ليا وين ميلي وين هولوين أي كروس يطلعين ويحي دقالة كسا بسنة ماشا هدو إلهي راد إن شاء الله تعالى أنا ذنك فارقادي هل دوكسي لما دوكسي قلحون نقربه ويحي لا كيني كرو سير هذو كيني سينا وحاوي روح هذا ربتنا أرضادك كأنتو كامل القرآن لما عنوك بها لغير روا دوكسي عسيقي لغا مرة بسدح لغا مرة أفر هل واديار لما نواديار قيبها كسو كيان لما تنك جوشاني طبانك طبانك شنطة وعلى رواح هل أرضي شن جس وحكه وسينا مديره ولو أيضا ماشى لك قب جلايو سان أصل نظامي الروح ديار وأنا هاي ما هذا إن شاء الله تعالى كوان هاي ساعة هذي ما هذا لو جيران وأنا هاي ما قعد مكتب عن جيي وهي كلا أصحاب معنا هذا كقب جل كان إن شاء الله هو الباب فورا بقى له أنا تاس لما له أنا وبعدين كده بري إن شاء الله تعالى دولا يراده وأنا أمرك كت على جشان حسابته أيده سيد أذ أم المريل هذين دكسي وحاوي أول مجري صح مسابقة السنة كرة أول رئيس السنة كنا كل يوم صح أنت كور مال قبنا إيه وهم دكسي دكسي ألو قبنا جرينا وقرا رسان دكسي دكسي ألو قبنا جري هذا نتري قاعد تاين يسي قاعد أي ساعته ينور بقاعد أي ساعته يدوب بحال روا لو روا ماشوا اللي سكت عن هذا سائنا الله وضال رامرك مسابقة دولا يراده وحاوي نو البنا نن أم باكسي قاري أو ماشوا وسوق جارسي كسي وده دولا يراد إن شاء الله تعالى
waxaan leenahay meeshan degmada balanbala ama concessionkan balanbala isku xiran insha allahu tacaala meel fiican baan gaarsiiseena meeshaa ka sii wada annaga magaalada joognana insha allahu waa idinla wadaynaa wixii talana waan idinku leenahay wixii tusaalena idinku leenahay waxaad nooga baahatiin baan idinku leenahay waa waxaan isku ognahaybo waxaan isku ognahoo wadna waaya maaho wax hadda adin leenahay waxaad idinla qabanaynaa ama marti maaho shaqada meeshay maraysiya se u socdaan waan ognahay waan ka warhaynaa waana la soconaa waxaan tala annaga aan ku wadna waayo talada annada iyo tusaalahanaga ay qaybaheeda ku socdaan intaana waan sii kordhaynaa haduu ilaah yidhaahdo walow waxaan isku daynaa insha allahu tacaala sanadka dambe insha allah inaan dhaqaale raadinno baan isku daynaa insha allahu haduu ilaah yidhaahdo taasaan isku daynaa waxaa weye dhaqaalaha kan la raadin buu ka mid yahay inaan u raadinno mar haddaan heerkan la soo gaaray dhaqaalahan labada beri wax lagu doon maya waa ina dhaqaale sanadkaa la raadiyaa insha allahu tacaala ayadoo isku filan ay meeshan gashaa musaabaqadeeda insha allah ee idinka waxaa idinka codsan lajnadiin isku xiran ee sheekh xuseen uu jaamanka u yahay ilaahay idan barakeeye sidaa wax ku wada ha kala furmina war ha kala carrina hoy ha kala carrina meeshan waa arkayseen waxaan la soo marnay dhibaatoan la soo marnay annaga waa u lugeyn jirnay waagsha cabdiraxmaan intaan ka soo lugay liyaxlowaan ka soo lugayna meeshan balanbala dhexda ku baktin gaarin intaan dhunoon habawne sideeda saac baan ka soo baxnay liyaxlow markaasaan tobanka saac markaan joogno maqribkii yaa waxaan rajiti qaado hanagu taagan haddana meesha baan ka soo noqonay lix saac habeennimaan jijalaha korkeeda ayaa ku soo dhacnoo sakaraa oo dhaqaaqila waxaa waxaa dacwadan tanu bay tanna way mar dhashay insha allahu tacaala idinkana waxaa weeye meeshaa ka sii wada ha kala tegina heshiis ku wada muwaafaqada ku dadaala iska ilaaliya khilaafka war khilaaf iska ilaaliya meesha dacwo weeyo ma nin baa mushaar ku qaata nin walba ilaahay dartii maalinta qiyaamada ilaa ninkan dugsigaasu wax ku taray ilaahay inuu kugu dambi dhaafaa laga yaabaa hashow kelime ah ood ka qayb gasho idinkana walaal loqda dacwadeena inta kale adduunka ka harsan gaarsiiya xitaa marbaa waxaan isku ogayn inaan nimankan walaalaheen hadda qabkashaablaaba la dhex gashee boorant inaan dacwada sii gaarsiino oo hor usii wadnay bay ahayd butalada laakiin xoogaa adduunka shaydaan iyo balaayi iyo dahuri oo dhan baa ka jire waxbaa ka dhex kacay marka xoogaagaasa marka dib yaa noo riday taa marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala ani waxaan kula talin un muwaafaqada ku dadaala saad isku habaynaysiin isku habeeya saad wax u wadiin wax u wada say hawsha u socoto ha u socoto insha allahu waxaad arki doontiin anigu meeshan ka tegay oo intu musaabaqada tegay xaj loo qaada arki doontiin musaabaqaadkana waa sii tadawura inaga laftooda annaga lafta anaga waxaa laga yaabaa sanadkan wax cusub mida gaaris wax cusub inaad nugu aragtaan baa laga yaabaa wax cusub oo weli aan la samayninbo inaad nugu aragtiina waa iska suuragal ayada lafteeda oo tidhaahdeen war kuwan waxaa see loo yeelina inaad kuwan tuulooyinka laga keena ay sii fahmaystaan ood kor usii qaadaan fahmadiinaan rabnaa insha allahu tacaala taana waa un dhegaysan doonaa insha allahu tacaala haduu ilaah yidhaahdo marka baaraka allahu fiikum soo dhawaada intaasaana kaga baxay wahada billahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin kalifino war iscafino war iscafino war ka nool maanta birima nool iscafino ruux kale dantiisa naarha u gelin shaqsi kale hawshiisa adiga shaqsi islaam intaad kula collowda hooga cararin war iscafino war maanta waa noolnahay birina waa dhimanaynaa nin walowna intaa ogow wabillahi towfiiq jazaa allahu khayran sheekh cabdiwahaab kelmadda ilahi subxana watacala nagu anfaco maxaa noogu xigaya walaalkeen brogram markaan gabagabo wayan waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ra-iis maktab shu'uun diiniya doctor maxamed yacquub dhabar kadib wuxuu soo dhaweyni count secretary walaalkeen sheekh cabdi kadib insha allahu tacaala microfoneka anagu nagu soo wareejini waxaan ku wareejinaynaa ra-iis lajnat taxkiim si nataa'ijta iyo ma aragtay ardaydii ay u bixiyaan insha allahu tacaala ra-iis maxaa noogu dambeyni لجنة التحكيم فليتفضل مشكور الدكتور بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد إخوة الإيمان جزاكم الله خير ولا ليال إله سبحانه وتعالى أيام هدي الشكر إسكاله الله ما يشن بركيسا مساجد كيسا بركيسا iyo khayrkan iyo qur-aanka barakaysan iskugu kayn keene runtii waa wax aad iyo aada u qiimo badan waa wax nin walbaba loo qadarin inuu imaado nin walbaba fursad uu ka faa'iidaysanin weeyo in yar ay ka faa'iidaystaan waxaa laga yaabaa ilaahay kubuu sidaas ugu dembi dhaafo oo acmaashooda iyo khayraadkooda saa uu kugu aqbalay inaan ilaahay uu naga dhigo xataa ninkii niyo aan maaragtay laga yaabo ku fadhin in la dhaho qowmun laa yashqaa jaliisuhum qole ayaan darsanaynin inta la fadhido inay noqotaa laga yaabaa marka
wax sahlan ma aha in intan loo fadhiyo yacni aada u fadhido kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala allahaas ina makaniyey arrintan inaan u imaano allahaas amahad iyo shukri iska leh waxaa mahad mudan waxaan ka bilaabayaa lajnada dacwada raabitada maaragtay balanbala aada iyo aada baa walaalaha ay u mahadsan yihiin dadaalka iyo juhdiga iyo khayraadka soo saaray waxaa kaloo mahadsan macalimiintii taxfiidyahaas qur-aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaa baraayey waxaa sharaf iyo khayr idinku filan ama nin alla ninkii kitaabkii ilaahay akhrisanaya waxaa sharaf iyo khayr ugu filan khayrkii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegay khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu waxaa la yidhi waxaa idinku khayr badan wuu khayr badan yahay lama dhihin waxaa idinku khayr badan ninki qur-aanka barto barana waa qiimo iyo sharaf iyo qaayo aada u weyn weeyaan waa waxaan nin walba heli karin maanta waxaa laga yaabaa nin madaxweyne hadduu nin dhaho ninkana dowladdayda ugu fiican ama ugu khayr badan ninkaa inuu maaragtay xataa dadka waddada la marmarhayo in la dhaho war ninkan caadiba ma ahaba madaxweynihii baa ammaanaa laga yaabaa gazeetkaa lagu soo qoray hebel baa sidan ah famaa baalu walilaahi almathalu alaclaa ilaahayga ku khalqaday ku abuurtay ku nooleeyey ku irsaaqaayo nabigiisa calayhi salaatu wasalaam uu soo dirsaday inuu ku dhaho khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu arrin sahlan ma aha marka yaanan sahlanin qof walboo taajir ee adiga qur-aanka taqaanaa ka taajirsan qof walboo sharaf leh adiga qur-aankaas ku dhaqmaysa qur-aanka akhrinaysa ka qiimo badan oo ka sharaf badan yaa loo malaynin ninkii isku malaynaayo isagoo kitaabkii ilaahay gacanta ku haysto inuu faqiir yahay isagaa isdulleeyey isagaa sharafta iska qaaday ninka baraadhooga wato ninka V8ka wato ninka diyaaradaha saaran adigaa ka khayr badan kana qiimo badan adiga geedaha hoostooda wax ku baraysaa ka sharaf badan kana qiimo badan maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam baa kuu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa noo sheegay in kitaabkan qur-aanka ninkii barto waxna baro inuu dadka ugu khayr badan yahay intaa ayagaan ka helnay subxaanahu wa tacaala iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxaa kaloo sharaf iyo mudan dadka waalidiintii ilmahooda u hureen kitaabka qur-aanka waxaa laga yaabaa waalid in la helo cunugkiisaba inaan kitaabka ilaahay u geynin cunugkiisaba kitaabka qur-aanka inuu ku dhaqaajinin xaggiisa waa sharaf darro waa dullinnimo waa khayrdarni runtii marka kitaabka qur-aanka ninkii waalid ah oo ilmihiisa kula dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisu sharaf iyo qiimo ka joogaa sharaf iyo qiimo yuu ka joogaa aakharana wuu helayaa waxaa kaloo mahad mudan walaalada safarta ka imaadeen ay u weyn yihiin sheekheena sheekh cabdiraxmaan iyo county secretary cabdi sheekh nimankaas culummadaas socotay sharaf mahad bay mudan yihiin ayagana waxaa mahad mudan oo ayagana meesha ku jira runtii raggii imtixaankan qaadayay ee lajnat taxkiim la dhahayay ee ardadaas wixii gefay galaan iyo wixii mashaakil eh waxoo dhan laga yaabo dusha in laga saaro mahad bay mudan yihiin ayagana ka imaadeen gaaris iyo meel ka shisheysa laga yaaba inay ka imaadeen intana u imaadeen in inay kala xukmiyaan dadkii qur-aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala bartay intaa waxaan walaalayaal idinku darayaa anigoona doonayna hadalka badiyo oo raba inaan maaratay marti sharafkeenna aan soo dhaweeyo aan raba inaan soo dhaweeyo waxaan idin leeyahay walaalayaal diinteenna ina kor loo qaado weeyaan kitaabka qur-aankana kor loogu qaadi karaa dadaal oo dhanna qofka waxaa uga khayr badan kitaabka qur-aanka inuu geliyo waxaan u malay nin walba meeshan joogo in yar moogi ibnu taymiya way garanaysaa imaam ibnu taymiya raxmatullahi calayh waa ninkaad garanaysiin ee cilmiga badnaa ee baxarka ahaa runtii fataawidiisa keliba hadda haddii la dhigo laga yaaba masaajidkan geeskaa iyo geeskaas inay qabsato wuxuu ku dadaalayana adduunye ma ahayn markii dambeys jeelu ku dhintay intii jeelo la geliyey ayuu ku dhintay diinta ilaahay buuna u dhintay ninkaasaa wuxuu yidhi waxaan ka nadaamooday calaa tadyiici ya fii waqti calaa tadyiici waqti fii gayri alqur'aan fii gayri macaani alqur'aan inaan waqtigayga
معاني القرآن كأن وقتي لن أن كبهنن أيان كنا دامو دير القرآن كاس إن وقت كبهنن يا يقولنا دام بنت بوح كنا دامو دي هذا كتب تكلفيده كتاب ابن تيمية كان حركين مجرته وحو وعلمي وكنت ذال أيانا إلهي درتي سوم بايهيد وكان إله ودنته لكن محيري وحان كنا دامو دي يا وقت جيجا أنت بدنك إن أن كبحين معاني ذا القرآن أرنت أرنت سهلا ما هسوما أرنت أرنت سهلا ما ولذلك قفكم مسلم كا وحويان وقت جيسا آخر أنت قرآن كا يا معاني ذيسا يكود ذلك كتكشذا وإنه قرآن كان كبحيا وإنه عنو جيسا كبحيا وإنه أهل كيسا كبحيا كاس أيا بدبذا يا أنت كدي بولا ليال رنتي وحان آدي هذا وقوم هاد علينا هنا نن الله لأنك تبنش لنكو بحيي قرآن كان ماشان لسكوه إما هذي وادتكو المدنيهين إنا كوم هاد علينا وي عيد كستو تبنش لنكو بحيسي وين لقوم هاد علي ولو إنا قرستا آدو سيفي عن إنا قرستا آدو أديق بريان وعاوي سياسة دي بعرضك بضتي مشاكيلو دنبا إما هاتي لا وحيالف ربهم بالشيقة لكن وان كم هاد علينا هنا وحكوك رابط هذا كوك وحنا هذه هذا وهم هاد علينا هنا جبنا هنا والعكسهم بقولوا كنا ناسو دي بي هذه هاد بقوم هاد سيني هاي رنتي إن بدهم حلقة يا با هذا دان أمانة أنا جا وهم لقيا اللي دور إنك وش قالي يا تاي لكن هلو هذا وحنا مالين أنا كلمة هان علوم هذا أبا هذا وح أنت كسو جرو وحنا شعب عبد الرحمن يا شيخ هيب عن كهين انتنا عبد الرؤوف انت كسو جيرو قاركودنا انت يبو كجيران او قاركود معلمين تحفيدك كجيران قاركود رابطة دعات كجيران كود دمان مكتب كان اما الدولة دا ايه كقرانيهين وانا ارين ان لوغو مهد عليو لوغو ندعيو باهن مدى هاي انيغا انا قرانو مدى هاي انيغا قف بنا آدم بان هاي ما انتوان لمن كرا برين وان تغي كرا adiga noqon karta adi aya noqon karta laakiin waxaan ugu mahadcelinayaa hal arina Kenya mel qof culuma uu ka galay payrollka qaadiyashan ka ahayn ma jirto waxaan qaadi ka ahayn may jirin laakiin gaaris alxamdulillaah kullay faahfaahinteeda county secretary iyo xasan ya ka hadli doonaaye laakiin waxa alxamdulillaah gaaris county aan ma had ugu celinayna شهادة النجاح هي شهادة السلام قبلها كجيران قبلها كجيران علوم هذا القرآن قبلها كجيران إن بدنا تتكموج لكن أنا قصير توصل معايا شهادة النجاح يتي السلام يتي خديجو يتي مدارس تكله يتي جي إس إس يو كونتياي يو سكولة دي إن أي حال نقدان ووح شرفه أنا أنتاس وأرن وين أو إن لقى ما عليه أباهن حدين أنتو تقل ترترانا لأنك تكتراكو عيبايسان حدي اللي سيو وضانا شرفو ولي كولي هاي رنتي مركا انتاس ايا ايضا انا برارو جيا ايان يعني اقص داي جزاكم الله خير وحان ربا انتا كبدا انا نكسي سعونين سودوي ولالكين مارك تاي عبد الشيخ كونت سكرتري رنتي نين آد باري اوان اكسن كل انا لشقيي او ولي مركا قارو حلقا يا بابا انا اسكاد احد قد باسو مضحيه محايا لقارسة كاونتي أردن أي أوي هاي مسؤول يا مدح مركا أساقن كوري جنينا سيء حفلات دي معرك تاي اختتام كذا نوغوص وحيرا جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل شكرا شيخ محمد دبر السلام عليكم والسلام انتين كل جنوب ومجوك سنين وعدي كل علوماتي ويناين يا ويح وعدي ما انت عميشا كبحيين aniga horta maxaa raba ree balanbala inaan isu gudbiyo salaanta ka socoto His Excellency Cali Bunow Qorne waa governor-ka Garis asagaan meeshan diradisa uu maaday asagaa isoo diray marka salaanta ay ma gudunteen wuu jeclaan lahaa maanta meeshan uu joogo laakiin maxaa qabsatay shaqo kale oo Nairobi oo ku saabsan arrimaha xisbiga ah oo tan iyo سنين تلما ناين، ما كان أهل جلالة أنو ما أنت ماشين جوا لكن هو سرتجل وس.
mid kale oo meeshan arag waxaan kan ka sheego horta sida aan maqlaayo meeshan taxfiidka 19 taxfiida meeshan ayaa ka soo qayb gashay waa arin aad in lagu farxaa ah laakiin maxaa la ogaatiin sub-county markaa leedihiin balanbala sub-county ma ahee saanguri sub-county ku jirtaa maadaama waxay ku soo bilaabay scot ilaa iyo saangur meesha ay ku idiliyiin waa la socotiin amayna new sub-county ilaa saanguri ayaa ku soo doorsantay maxaa la jira balanbala sub-countyda hore marka waa laba sub-county wey marka waa laba sub-county saa horta u ogaada waa midda kale meeshan dad baa ka calaabiyey oo yiray dowlad goboleed arrinta saxda ee la sheego maxaa weye waa maamul goboleed markaa tiro dowlad goboleed markaa tiro maxay noqonaysaa sidii soomaali puntland oo kale iyo oo madaxweynaha qaban laakiin markaa maamul goboleed aad tiro waa sidaad gaarsa oo kale ama kenya ay ka jirto 47 maamul goboleed ayaa ka jiraan hortaasaa ugeenaysin arrinta kale oo iyadana meesha aan ka sheego countiga gaarisa county waxay qabatay kulley sheekh labar dhaarinta religious affairs ayaa si fiican u bayaaniyey maxaa jira department idil oo ladhaho department of religious affairs departmentka markaan bilaaweyne maxaan ku bilownay dhaarataga iyo 7 sheekh oo 6 sub-county ka imanayeen laakiin wixii ilaahay baa barkeeyey way sii bilaaratay maanta maxaa umaynaa ilaa iyo 140 ilaa iyo 150 culuma ayaa dhaaratarata isaga qore waa shay aad loogu farxo waddankan siduu sheekha uu nii bayaaniyey wax ku saabsan diinta islaamka ah oo mishaar ka qaadan jiray maxay aan jirto qaadiga laakiin maanta waa dareemaysiin religious affairs ani county secretary ma kahay countyaal badan isoo waceen maxaa ka mid ah maxay isoo waceen laama maxay isoo waceen mandera maxay isoo waceen wajeer ayagoo in weydinaya nidaamka aan dadkan ku qornay marka horta waa shay aad loogu farxaa waana ogaatiin oo maaragtay countigan shaqadaas uu gabadha qabtay intaan aan ku jirnay 5 sano aan ku jirnay countiga his excellency governor-ga muxuu dhisay 5 masaajid oo ku dhisan countiga gudeheeda oo kala meel meel ah muxuu kale u sameeyey madrasooyin madrasooyinku way badan yihiin maxaa ka mid ah korkora ka mid ah 6 class yaan dhaawar ka fulnay markaan sii soconnay oo gobolka aan ku wareegeynay meesha kale iyadana dhahayeen guyo iyadana maxaa laga dhisay 4 class meelo kalena way jiraan hortaasa u ogaanayseen maxaa kaloo gobanaaga uu sameeyey waxaa la dhahay basari oo lagu talagalay madrasooyinka maxaa umaynaa hadda ilaa 8 milyan oo shilin way ku baxday arrimaha ku saabsan basariga oo ilmaha agoomaha ilmaha maaragtay danyarka ah caruurta oo waxba iska bixin karin fiida looga bixiyey marka shaqadaas fara badan ayaa horta aan ka haynaa diinta marka la dhaho waxaan umaynaynaa rekoorkeena wax jibin karo uu yaryahay marka waa soo dhawaanaysiin xafladan maanta aad ugu faraxsan yahay maadaama 19 taxfiid ay ka soo qayb galeen waa marka u horreysay oo xaflad saa u bilaaran oo diinta maaragtay qur-aanka recitationkiisa lagu akhrinaayo oo meeshan xafladda ay soo gaartay levelkan oo kale marka reer balanbala waa salaamantihiin marka waana ku faraxsannahay marka kulley hadda waxaa gaanay an dhabay maxaan galaynaa umaynaa zawaadkii iyo wixii la bixinay marka soo dhawaada shukran culummadii iyo ducaadii iyo ka soo qayb gashay ayaa maaragtay hadalka dhammeeyeen iyo dowladdii iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay annaga waxaan ahayn lajnatu taxkiim ama guddiga garsoorka ama kala bixinta tartanka qur-aanka kariimka ee halkan lagu qabtay waxaan hadalka usoo dhaweynayaa ra-iiska lajnatu taxkiim shaah xasan miya haa waxaan kusoo dhaweynayaa shaah xasan qaasim oo ka mid ahaa lajnada taxkiimka si uu waxaa weeye nagu soo jeediyo kelime ku saabsan qaabkii musaabaqada ay ku socotay iyo maaragtay wixii uu la kulmay ama mulaaxadaad ah intay musaabaqada socotay falyatafadal shaah xasan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله
أحبتي في الله واي إن الله أنما نقينا سبحانه وتعالى ورنتي كذب وحن مهد جار أو نقيا ولا لهنا وشيخ حسين وهرمود وياهي ورنتي سام بلان بلا أوسو قلي هيجان كوتشري سودوين تينا إيو وح اللوحي باهذا إن الدبولان إسكود ديا خدمة أسفرا بلانو بحينها هي دت كاسان وهرنتي أمها النقيا تاك بعدي مركان كده وجزاهم الله خيرا ربنا بلا جودهان سودوين تودي يان مارتي وغمها النقيا جزاهم الله خيرا وركوان سوك وكوبيات هاس وكلمة الشكر هل كاسان كجب حيا قطب كيس الراعة رنتي لجنة قبان قابضة دعاء بلان بلا جهدي أن عادهم بيسميين يددال أن عادهم بيسميين إله سبحانه وتعالى حكاب المريو هير وحي قارن علمدو نين والبوحي لدو حسان ربعين لوك هينو رجع علمدو كميدة إنسلا سعني وويلغي بلان بلا أركين سيدي دوكالي يا عانا لو ويديستي عانا ملوغ ملوغ باللوك هيني وحكاس دماء إن شاء الله باللو دياريوي مركا جزاهم الله خيرا بارك الله فيهم مدى كلا وحان هذا الميكروفون كأوقاتي إنان بيانيو مسابقة شلي درد هلكا كدعيسي وحي ملاحظات إنو غصو بحي إنتان تحكيم كأوفرديني إنتان بل ملاحظات كأن شيغين وحالي وناك سنا إنان هلكا كو أرغني إنان شيغو سيدا مركان لي هين ملاحظوين كويسكي كوبينيهين ويريهين وحي وناك سنا إلا شيغي لها وتربضان تاسنا وانسو كوبيا أحبتي في الله رنتي المعن خير الله سيو واجيل كصول صعدة ريب الانبلو وحي سوي ديسان انتان وحفادة داي مرسو صوبحان انك لو كسي بدن اي صوبح دونان مستقبل كبلانبلا يو ايري يدي دمحون نقون دونا ومستقبل افتين سنوي مستقبل نور كصوبح ويان انتان وحفادة oo rebalan bala ka soo jeeda wan waxa hore loo haynin way marka yar yarka allah barakeeyo inta u dhimanna quraanka allah u fududeeyo inta xifdiyeena ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sugo ee dadku binaadanku laba jinsi weeyaan oo jinsiga rag iyo dumar way gabdhaha ma insha allah baan leenahay way soomaalidu dhaqan waxay u lahayd inay gabdhaha meelaha dugsiga la geeyin waxbarashada بريها وحال نمبر 1 كوسو بدنيا او كوبابكي قاده هيا جوائز تي ووين قاده هيا قبل اي نقدين تاسنا وان نعمه ربي سبحانه وتعالى انو قال استي احبتي في الله او قبل ان ما انت ما ان شاء الله قرانك اي حفظيان ويو دين الاسلام كقبلها وهي شرفين جاهليه ايو قددك دينتا شيغانيه غالده اي نغه هريي وي مقونيين لكن الحمد لله دين الإسلام قبده هو أسطوري دين تنا دواتاس حفادنا وكاويسوس أرتي مركز جزاهم الله خيرا المها المركز هدان كبقد بمعلمين تبان وقد بيا معلمين تنا إله سبحانه وتعالى هبركيو فرنتي معلمين هدان نهاي حولي دقالنا مليهين لكن الحمد لله وايس كعب ببورنا وايس كعب ببورنا شيخ مركز معلمين مركز هذا اللي سوء استاجي ما إن شاء الله waa caataysan baa kuma jiro dhaqaalana ma qaataan marka diintaas iyo quraankaas iyo barakadi quraanka umbay maartay macallin cudur xun ku dhintana lama sheego macallin cudur xun kaanso iyo balaay ku dhacday lama sheego waa yar tahay
مركا إلهي سبحانه وتعالى يقنا ححفظيو جهدي عن عادهم بيبحيين إلهي سبحانه وتعالى ححفظيان لي وحا صور راعة أردي دي معلمين توالدين با صور راعة طبعا وحا اللي يري قرآن كمركا اللي برنا هيو هرتوا إلا هلا هو يقل غالي ساعة وقولي جيد انتي قوع سيسوي ولا بيستوي وعديدو مصحف اللي بتوي ترى ظهر اطبح وقال غالسو أبا قورسنا وين لهلا أبانا وين وح قورا هدي عنو قد دكسيك وح فيسك اللوغة باهيا وين وديبا إيو معلن قارئة إيو أرويل قيل دار بالير مركا أفر تاس تير بي بها شكو تاغان تاهي مركا تير كاسين ودبوبي ودتكو إسهستان دليل كوحا أؤى نتيجة إيو أخرست قرآن كإلموه شلا هل كان كأخريين باكوعد مركا إله سبحانه وتعالى دماتين هاي مبركيه إن هذا نصو قد بوحي ملاحظات وإن نصو بحي عموما ما إن شاء الله علمه تجويد كودو ما إن شاء الله وهي إن أخرستو دا قرآن كما إن شاء الله وهي عدكو ما هبا الشيقين ما إن شاء الله وهي وحيالها يري ري نصو بحي بان ربينا سكوبا متلمامو تاسنا دا وحيالها لركبشين كروي واح واح لتوسين كرويا ولا توسين كريا مركا إن شاء الله تعالى وحي خلد وحالور شيغيا طعني دريد معها إن لغوان توبو أرنتا أيضا لغا في رسادة ويان مركا تاهو تواقضب ساس وينا وغاننا ملاحظات كان صوم مرمري كساب سن قرآن كساد أكسونتين حبتي في الله قرآنكو أنزل القرآن على سبعة أحرف بالي قراءات باجرة مركا وحيالها كميدة مركا المهنة قرآن كشالة أخرين هايي aan ku qabannay kamida waxyaalaha qiraa'adana daan akhriinno aan ku jirino qiraa'ooyin ku qiraa'ooyin kala midalan in lagu idgaamo ra'da laamka lagu idgaamo yaghfil layraadu fasbir fasbil li hukmi rabbika layraa oo lagu idgaamo taas aba amr baale e malaha xafs malaha iyo caasim toona malaha مركا قطب كاسورة المهوة كوقب الني أرين تاسنا إن شاء الله تعالى هل إسكاء الهليان لينه والراء جزما بلاميها كوصبر لحكم طالب الخلف يذبول أبو رمام الشاطبي رحمه الله ها راء دا مركا اللام كإسكوهر المادان إلا إسكو إدغامه سوسي با إسكاله إيو أبا عمر أيا إسكاله الدوري مركة تأيّد هرتين الغبرة رجوا ومشت وحاكلون أرجني كلا بل رانا مشي أهيد كلا بل رانا أرضي آخر سيبا أرجني تانا وحويان إمامنا حفص رحمه الله لبا وجيب لي وجي سكت وجي إدغامة يوليه وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في عوى جنبلا وفي نون برانا ومرقدنا ولامي في آخر الكلام لا سكت موصلا مركا والباقون لا سكت موصلا انت كالصهر تسكت ملا محاضه كلا بل رانا إن أرده ذوى وسكت لطيفة وحقار لأه إمام حفص رحمه الله مركا هدي قصري المنفصل لأخرنا يو إلا إدغاما بنام بي علماء ليه كلا برانا إلا إرادو مركا تانا إن شاء الله تعالى إلا قبرارو ويا ويان وحاك لو أن صوم مريا حبتي في الله حرف الصاد مخرج كيسة دات صاد لأو بشمه ساولو بحي صاد كوهي صاد كنا حروف الشفا كميد ماء صاد بالإرادة مركا أخرين سنة إهدينا الصراط جزاه الله خير أنو السداس أرددوا أيها أخريان بانو أخرين جري شيخي شيخ علي حذيف إمام الحرم المدني وإيقا الصحيح جزاه الله خير صادك مركا لأخرين يوم الغد واقها يشمها ساس الميلة ساس الميلة مركا صاد بالرة صاد اهدنا الصراط ساس الميلة مركا تاين إن شاء الله تعالى إن لقوا براروه وحاك لو جراء مارتا أرق نيدك أردي دقار وصوب حي تا ده تا يو تا لبيك لا تحبتي في الله مركا الله ذا حتى مركا الله ذا هي حتى وادقرن كرتا يا
مركا يعني تاء دا تاء مال ملح تاء بالرة تاء تكون حتى أيا اللي رادا حتى لما يراه مركا بريا معناها والله دد بآخر دد بأم بآخرية تازنا هنا يكبر رجوان بإن شاء الله تعالى لدونا يا أحبتي في الله وعن صوختي ميا بإذن الله وحاكلوا نصوم مرتي وقراءاتك كوجرته إن تاء الساكنة تاء التانيث الساكنة لغو إدغام وحروف تكدم بيسا سيدة بقرآن كده تضبا ميل بلغو إدغاما تضبا دو بمرك حفظك مجيرو كذبت كذبت ثمود إيو مايا كذبت ثمود مايا حفص مالها كذبت ثمود إدغام كاسوحا إسكالي إمام الكسائي وإمام أبو عمرو الدوري رحمه الله أبو عمرو العلاء يا إسكالي مركا تاسنا حفص مالها كذبت ثمود ما كذبت ثمود ويعني يدو مركا إن شاء الله تعالى انت سان ربنا امبرارو جيوس كوبان الله يدن بركيو وجزاكم الله خيرا مردن بان كعلينيا مر لما بان كعلينيا جزاكم الله خير بان ليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله خيرا شيخ حسن قاسم وخريج من كليه القران الكريم وحقق كقيب قاتاي مسابقوين فربضان او عالمي اه يكوبا محلي اه انا كوبا دون كودن يكوبا مارتي غدها سدا تنو كلي iyuu qayb qaatay wuxuu faa'iiday jazaakallahu khayran waxaan hadda ku soo dhaweynaynaa mikrofoonka raiska lajnata tahkim al-sheikh abdurruuf shaa uthman ibn al-qadi ma'ruf sabiq bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin salaatu wassalaamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd marka koowaad waxaan u maleynayaa hadal hadduu nooc walba lahaa diiwaane ahayd hadduu tashjiic ahaa haddii maaragtay dardaaran uu ahaa haddii uu fadl qur'aan in laga hadlo ay ahayd inta waxaan u maleynayaa waa laga wada hadlay kaliya waxaan rabaa in walaalahay aan u mahad celiyo awalan waxaan u mahad celinayaa raabidadii arintan ka soo shaqeysay iyo intii ku garab istaagtay barnaamijkan in uu qabsoomo bacda shukrillaah ilaahay subxaanahu wa tacaala baa awalan mahad iska leh thumma walaalahay arintaa ka shaqeeyeen baa ku mahadsan oo u taagnaa runtii intaan shaqeynayna way taagnaayeen horteenay shaqo sii bilaabeen marka waa ku mahadsan tihiin shaqadaana waxaa leenahay sii wada baarakallahu fiikum waxaan u mahad celinayaa oo kale macalimiintii iyagana juhdi badan bixiyeen oo ardadan maanta soo saareen oo in badanna u taagnaayeen iyagana way mahadsan yihiin waxaan leeyahay idinkana sii dadaala insha allahu tacaala waalidiinta sidoo kale waxaa kaloon u mahad celinayaa si khaas ah asxaabtayda walaalahay culimmada qaar iska imaatay sheekh xuseen cabdullaahi sheekh cabdiraxmaan wardheere u weynyihiin sheekh isxaaq oo halkaa ka imaadeen ayagoo ka kooban dowladda countiga shaqaalaheeda inta waxaan leenahay waad mahadsan tihiin sida aad noo garab istaagteen waa idinka soo horeynay shaqadii baan sii wadnay annaga kelibaa sii joognay meeshan oo wax maaragtay kor ka imaada ah idinkana waxaad u imaateen meeshan maanta inaad noogu maaragtay garab buuxisaan sida aad ku imaateenna waad ku mahadsan tihiin wajazaakum allahu khayran intaa waxaan raacinayaa لجنة التحكيم وحان ككوب من أفر منسخ أو ذاته هي نوعها شيخ محمد عبد الله شيخ محمد عبد الله يصدح أو أهيد
لجنة التحكيم كو قرآن كإلمها ما أردت أقيمين هين درجة ذا إمذيهين وعائلة شقين هين ركرنتي مستوى أهان آد أسريان جامعات سارك صوبحين والوكل سوين هاي قرآن كوغا يسيك استبو وحاكمدها شيخ زياد محمد قديد أو أه خريج من جامعة الإسلامية أنا أهن قارئة وذكر نيسان أنا إمام كأه مسجد أو مساجد الجارس كمدة وحنا اللي رأي مسجد إمام مالك وهكذا أصلاً حسد مظن شيخ هذا ماشين تجينا شيخ حسن قاسم عبيب اللي هذا وأني المسابقات ك ما يلعب عن كسوق هذا وخبرة أوله وأنا نكسوق بهاي جامعة إسلامية قسم كلية الشريعة وكسوق كلية القرآن ومتخصص كلية القرآن بكسوق بهاي مركا وحنو ملينا يا رقاد خبرة أوله يا ما أنت هل كان إمامين إست أفريقيا وحنو ملينا يا ما يلعب عن بكسوق هذا مسابقاتك مركز سيده هذا عن أركه هيو وحنو ملاين يا مانتا يشلي حوار فرق بعود حيا مسمارتي مرحلة أي مريسو مسابقة كذا عيسى بلان بلا وحن فنتي مركو إما ذو أشياء جاي المها للميلا بلان بصامري تجويد كه وحن كير عروت أدبي وفي عينه مركز دنبنا وان وريستو كورن بايريو وحيري ما شاء الله وحل هيلي كرمه هاوير عروتن مركا وحاوي وحل لغو ترتمه هي بقرآن قرآن نين كودع مجرو كليه إنا إلمها آن كلا بحنو ما دام جائزة لسين ربو إنا آن كلا سارنو إنتا أمواي موغي نين داعي مجرو بقولكي بكنتن وحكو هوسيو مجرت بقولكي وبقول إلا بقولكي وبكنتن إنتا وحان كسو كدريا وحن سوها هنا وأملاين يا رزالتي أما النتيجة دي أنت أنا أوجد بين دردار يربى إنسيني معلمين توحن وش يجها يا هدفك اللي قال ليه هي مسابقة وحوي وروح التنافس ترتن وأن ترتن إلا سميه بس معناها قرآن كائن لو ترتمه يا قرآنك إن لجعلي سيو ضدك أو كر لو قاضي مراكزت إني كر أكعان ومركز والبابا كنك لأولا ترتم لكن لو مثل قلين فوضى يو إن لسكو حسدو أما لسكو دعاية ديو مايا ما أنت هدي آد أركت إن وح لغاهر مري أما وحسي أو نقضي مسابقة ويسي جري دونا بل سوي كسي في عنان دونا هذا وحنو ملاينا يا هذا حوار على بحنا هياي حلقيا وإني جارت هر إلى جيل إيو جواري وحلو بحيو مركب أنت هستدريب سيقا إن شاء الله وحن وحير أشياء هيا معلمين ته ويل باجرا من باصة وحلو قبتها مسابقة أدوين أو حج كلو أد مسابقة لاس ويل وحل إيش هاي طبعا سنة بوترتن كجيل جري طبعاً كاسنا نودي عجرالير وطبعاً سنة سنة كيومر بالقطه مركي كوي تمناط بو نمبر واحد نقطة سدي بو حشي كهلا مركز سدا أنا ما عرفت عزيم أولهات أذن قوس سنين بل دون هيا أضمالها أذن وح كسو شكشيجين هدي واحد كره على النقطة أدويس أنا وح شكشيجين أذكره على النقطة نتيجة ده وحيك الصباح رك خبرة إيه خبرة بدن يعني سلسة حين امتحان كان مركب وحن جود قالينا إن شاء الله تعالى امتحان كي يهوليه سي امتحان ك وحن أفرج سنة طارق لباتن يكو أنا جارس أيقول نقولك ليه
لو معلومات بان امتحانك كود جينيني مركان أسئلتي عن صابحني كدب بان طابعني سيد المسابقات كأي أود عن عالم كأيو يا شيخ سيد المسابقات كأي أود عن بيتنا ما أرتي أوصل سميني جارس مركان هذا امتحان كقاضينه سيد أوصمين جرينه ما أوصميني امتحان كبخشان سوق لني هل كان بانكيني وحنو ملاين يا الله ما الموت بين وقات ما أنت أربعة أنا وانصو صفر نوان إيماني يوم الخميس بان بالله وني مركب مسابقة دي المها وسو استاجي هل كان سو جوكسن ورقده امتحان كالوقا دي لها بخشد عن سو وذي قليني بيؤتني سو استاجان بيكالا بحيان مدول بنا رقم بالله وقري واح سؤال كتاب لقوا يدين ما شاكب بالله ولا ديهم ملا لماذا يعني سئين أو إيمانين عنو قال سؤال شواد قوات كيسي إيه يكاس سؤال نقول بعد ويد سمال في عن بعض أوصل قبته مرك سؤال بخت نصيبة يهور تعرور تقواتين أردي إذا أن جا لجنة التحكيم وحان لوسو قد بي أسماء مجرد عنو قال مركز كوك صعوده ما نقانو يمجال ذو كإيمان مركان امتحان كأم بقنو بان لو سو قدبيا سبحان نتيجه سو قادينه اردي والبو او رقم كو سو بخي اي مركز كو كيماده اي ضمانتود بولس كو سو هسكري مركا مالنتاس ام بي اوغاتا لجنه التحكيم مركا واحد اوغانيسان وخي ميشن كا سو بخو وها وي ان شاء الله تعالى وحان رجينينا ان اد مارتي اد كو قنعدان مركا وا لا ايغا اخداي سان بي اهيد اي اد فربدان أرنتا وحن أملاينا يا إنه حان ربا رينا على سكيرجو إن شاء الله تعالى أرضي إذا ما أنت امتحانك كسوق قبقش تضباطا يأفر أرضي بأهين سدح إيه طبعا وحياة هاي ينقبضو لحظا يكون وحياة هاي ويلل مركا حوا وحد مودا قبضه إن ما رحت ولي يعني إن ما رحت ولي أنا dadki ayna ka dhaadhicin inay quraanka xifdin karaan miya moogi allahu aalam maraakistana waa 19 markaz waxa ka soo qayb galay waa 19 markaz waxaan guuda galeynaa markan haduu ilaahay raado ha shanti aan soo سيد عرورتا اي اوكي لهرين بان ايرنينا رقم شن رقم واحد الى رقم شن الى رقم خمسة سيد وحلو قدون سين لها ما ارتويح جائزو لسين ربو هل كاسو قدوناني ماشان وحان كسينينا شهاديس وكو قوليستي مركا وحان رمنا ان شاء الله waxaan ka bilaabaynaa ardayda waxay ku tartamayeen waa afar koox weeyo waa afar fariiq marka hoos baan ka bilaabaynaa qaybta u hooseysa waa saddex jus bay ku tartamayeen ardaydana waxay ahaayeen cadadkooda 34 marka shanta u horeysa yaan ka soo qabanaynaa insha Allah وحانا إسلا قبصتي رقم واحد رقم أربعة لبا أرضي با إسلا قبصتي مركة رقم كشانات انت أنا أويرن إلما وحارما إن شاء الله إن لو دعي الله بركيه رقم شان عبد الرحمن بلو مرسل وكسعو طيبة هادلي رقم شان رقم كشانات جائزة ضغوطة لقشين صوبحية عبد الرحمن بلو مرسل وكسع ضو طيبة هاللي هسو استاغو هدو أساق جوغينا معالن كيس هسو استاغو الشهادة دي سنواتا مركي لصوصي جائزة ضغوطة دريا إن شاء الله شيخ سكرتيري رقم واحد
سيرتيفيكت كنا اسغا اسكله ولوغو دريسا ان شاء الله تعالى ورقم واحد رقم خمسة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ويكاد أنت بارك الله فيك ها ما شاء الله الله وقفها وأنك قد بينا رقمك أفراد وحا إصلا قبصتي لبا أرضي مدوى قبر وحالي لهذا خديجة عبد الرشيد وكسعت أبو منصور شمبري منه وحالي لهذا إبراهيم موليد نونو وكسعت نور الإسلام دانيير سو استاغان خديجة إبراهيم سو استاغان جائزة أبو تلقشان رقم أربعة وصين إسان مركع علماء الروح من بصين إسان كد ما سابن كل أسابه ما بين إبراهيم موليد هذا مياه هذا جائزة ما شاء الله بحصة وراقاته شهادي سيئة مسيس ثانا وشهادة القرآن ك هذون معلمين توك أنا كوو قرآن مرتبة بس خلاص ماشي خديجة عبد الرشيد صامة خلاص بارك الله فيك وحان ويرينا رقم كسدحات بنو وحان وجد بين رقم كسدحات حمزة جارنا هسوي استاجو مركز الدعوة بلج قال سك خلص يا سام ها ولا شيء ما يروح كل احد ولا شيء حكسي احد قدر كذا خير ولا شيء ما قال اسي ما قال اسي بس كذا شيء خديجة عبد الرحمن حمزة مغيري وحنقعد بين رقم كلبات قسم كان عمر إبراهيم عدو وهو أصلاً كصعدة الدعوة بلج اسمه البكي ماذا تحفيز كبلج الدعوة رقم اثنين بارك الله فيك معلمين تا وحا تنبيه ير عرورتا وحالا سي جائزو كتابك بخشد با اوو جرتا بخشد داس وحا كو جرتا العقل لوو تلقل ما ارتا فرحات دودي اقوشو دوا مارك العقل تاس وان ما ارتا لو حفظي ان شاء الله تعالى وانسي وذينا وحا صوهري رقم كي قدن بي او قسم كان رقم واحد كاها ويلكن وحو كو غوليستاي لعق غاريسه 9000 شيلين وانا ويرينا وحا وي ويلكا وا ان ست ما ارت شرف لو سو دويو مخايلي قسمكن صدن يا افر اردي با هين اد با ما ارت ترتن ادق بو كسو بخاي عبد عثمان
محمد 100% أبوها ما شاء الله السعادة كاشا تحفيظ كاشا عبد عثمان محمد هدو جو هسو استاو هدو جو معلن كيسا سوكعون ها كاشا دي عبد الله فلوي عبد الله شاسان فلوي كاشا كلام جرت ها أردي هدو جو معلن كيسا قاريا ها ما صلاة هستن؟ عدد كود جود مكوها؟ شنو تقول؟ وحنوجد بينا قيادة السدحات أو كتر تميز شنطة جوس شنطة أرضية أو رئيسان ويرينا وحنا كبلا بينا جبر لي رهضو رقم شن ها رقم خمسة مريم عبد حسين مريم عبد حسن حسين ما قرن لك هو حسن بصحة مريم عبد حسن مركز الرحمة تحفيظ الرحمة الرحمة لبحلو سوي استك تبارك الله فيه رقم كشنات وحين كوجو ليس تيشهادو يلعق أفر كونو شرين بارك الله فيه ما شاء الله وحن وجد بين رقم ك لمبر أفر أحمد إسماعيل يوسف تحفيد كليرة هذا أبي دغب أسوي استك لعكشن كنا يشهد يمصحف بارك الله فيك زادك الله حرصا وحن وجد بين رقم ثلاثة يحيى آدم علي ها سدد كم شازوه نمبر كسد حيات واي ويلكن وحن قدون سينينا شهادة يلعق تدوكن أه وحونا كسعودة الفرقان عبد السمد وحنو قد بينا لمبر كلابات يوسف حراد يوسف وحوك صعدة السعادة كاشا العكس ديت كونو شلينة يشهادة يمصحف فالا قدون سينية جزاهم الله خير ها وحن ويرينا فريقا ويلك أهري وكتر تم هين شان تجوس ويلك وحال إلى هذا زبير عبد الرشيد عثمان 100% ما شاء الله وحونا كصعدة أبو منصور شمبري هسوده وهذا بارك الله فيه لعك تبون كنا شلين بجائزة لوسية يشهادو يمصحف بالا قدن سينيا مصحف قرآن قيب تشن تجسوي نقدر ماتي وحانو قد بينا شاخ وحال ربا إني جائزوينك إن علماء ذكو رجساني والبعلمها أوصي قيبت تبان كجوس وحا إصلاح إستان لمبر كسدحات إيه لمبر كأفرات الله وعرور با إصلاح إستان مركب وحان كبلا بينا عمر موغ عبدي أو أهرقم كشنات وحوك صعدة الفرقان عبد الصمت شنكون لعك شنكون يشهادو يا مصحف قرآنه
بارك الله فيك. وحن ويرينا لمبر أفر أو إسلاق أبسة تيلابا الموت ويل إيه قبروا صح؟ أحمد محمد راجع أو كسعوا الهدى بلانبلا إيه نمع قابو حسن أو كسعوته ابن مسعود ساقع هسو استغان أو من تدبكن كقول استين بارك الله فيه. مصحف إيه شهادنا والله ودريا قبلها وضد ما ليسوا مران أبناء بارك الله فيكم. نمبر كسدحات وها إسلاق بسات السيدي وكال اللبا لبا أرضي محمد عبد الرشيد عثمان أو كسعد أبو منصور شمبري يا عمر يعقوب حسن أو كسعد السعادة كاشا وهي كقول يستن العكس قال كونوا شرينا هرسع شهادة قاضي ما ريت مصحف قرآن شهادة إيه العقبة كوجرتها سيال كونوا شرينا الله بارك ديارته المها خوي الرفتة إيه الرفتة ما شاء الله ما شاء الله وحنوجد بين نمبر كلابات عيسى معو حسن وحكس على الدعوة بلج رقم كلابات ويا لعقت وان كنا الشهادة هي كتاب قرآن مصحف تبانك جس نقصف عنه دقيستا تبانك جس رقم واحد قفك هو قامين ايو بارم لنا شاكنا إن شاء الله سيف عن هلو دقيستا رقم واحد وحاكوكو ليستي قبر حبيبة يوسف علي كسعته الفلاح اسكوت شني طبعاً كنا شرين ما شاء الله ما شاء الله ها؟ مصحف قرآن شهادة يوحى أيكو قولي ست العقشن يتبون كنا ما شاء الله سيف عن وقاذ باش بارك الله فيك الله حفظه ما شاء الله طبعاً وين قيبتا أودن بيسو شيخ قيبتا أودن بيسو ويا وخمسة عشر أجزاء رقم شن نمبر كشنات وها إسلاق بسات الله بأرضي ما عفوا وها إسلاق بسات مجرو رقم شن بانك بلاوينا هوس بانك سو بلاوينا فراحة حسين سلطان وحيك سعوتا ابن مسعود ساقا لعقل يحكون وشرين بلقدون سينيا يشهادو يمصحف قرآنه ساقة ساقة ابن مسعود ساقة نمبر كافرات وحاكو قول استي آدم آسمقن آدم حراد
yarow hasoo istaago alhuda balanbala lacag 8,000 ah shahaado iyo mushaf qur'aan ah hadhow ah هذا محل دي روبه حسن هيا وحنو يرينا حسن حسين خير وكسعوده النووي كاشا نمبر صدح نمبر صدح شاني طبان جساء لعاك طبان كونو شرينة شهادة ديسة هي مصحف قرآن فليتفضل مجلس شيخ سلام انصفير ما شاء الله ها صح وحانو قد بينا رقم كلابات وحاكو قوليستي قبر وحال إلى هذا مريم حسن نور الهدى بلانبلا شان يتوانكن شهادة مصحف قرآن سودة تبارك الله فيها قبل وان شيء وان شيء وان شيء وحان رمنا اينا نويرنا رقم ككوات أردي كوغول استي waxaan rabnaa ardaygaas in loo baneeyo wadada loona duceeyo ma sha Allah la ilaahdo ha ardaygan waxaan rabnaa insha Allah ta'ala jaizadiisa account secretary ha lagu dhiibo raqam 1 oo 15 ha soo halmas waxa la ilaahdaa wiilkan awowgi waxa la yiraahdaa awowgiisa laga soo bilaabo insha Allah Abdullah baa la yiraahdaa aabihiina Mahmud baa la yiraahdaa asagana waxa la yiraahdaa salaad salaad Mahmud Abdullah wuxuu ka socdaa Al Furqan Abdusamad jazaakumullahu khair lacagta uu ku guuleystay waa lacag 20,000 shilin ah iyo shahaado كتاب قرآن ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك وحرمنا إن شاء الله تعالى هلكاس بين أولاً تهي وحا جرتا مشاركين ته المهن وحير تنبيه يرى نسير إن شاء الله عرورتن وحد ماشن وين أو لسديري هاي مجرتن ها مهاجرة ها وهاجرتا وحي اسديري هي وحا وي بضنا بوينت يا هم هل درجة لب درجة وحصاص وكلاء مركا وحان دي شيغا هيا ما انت هداي كو دافتي معنى هذا ماها انا تقول درايست وي صون نقون دونتا ايضا وصلنا يكسي في عنتاي وانا ان شاء الله تعالى سي ود درتنكا ان مشاركين تمركة وحرمنا إن شاء الله تعالى شهادوين كودي واكوان إيه كتاب قرآن إيه كل بخشدنا وحو كجرا صوما وحنا وجرا مركة النية ذي يعني لسكجبين المها الله هم بليايو معلمين تأسكو هم بليايان وجزاكم الله خير أنا نوسو الدعية بارك الله فيكم علمنا هلو الدعية جزاكم الله خير